مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. اعتقد انه كان اسبوع استثنائي جدا لمشاهدي قناه الاهلي، لجماهير النادي الاهلي، لمحبي الكابتن محمود الخطيب، كل اللي استمتع بهذه الموهبه الاستثنائيه من المواهب المصريه النادره، وواحد من اصحاب المهارات الخاصه جدا ومن اندر المواهب اللي شفناها في تاريخ الكره المصريه والعربيه والافريقيه. الكابتن محمود الخطيب كان اعتقد انه اسبوع اكثر من رائع كمان بالنسبه له، لانه بيشهد تكليل لجهوده على مدار اعوام كثيره جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وتقدير لهذه المنحه والهبه الربانية الاستثنائية وهذه الموهبة النادرة اللي منحت للكابتن محمود الخطيب، اختياره ضمن أساطير الكرة الأفريقية عن طريق فرانس فوتبول، وواحد ضمن أفضل 30 لاعب على الإطلاق في تاريخ الكرة الأفريقية وفي تاريخ أساطير الرياضة والكرة الأفريقية ونجوم القارة السمراء، ضمن أربع أسماء من النجوم المصريين: الكابتن محمود الخطيب، النجم الكبير محمد صلاح، وأيضا النجم الكبير محمد أبو تريكة، والنجم الكبير عصام الحضري، ثلاث لاعبين في الترتيب في أفضل 30 اسم في فرانس فوتبول وفي هذا التصنيف المهم جدا لأساطير الكرة في القائمة الأفريقية. كان في مقدمتهم النجم الكبير ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حاليا الكابتن محمود الخطيب، بما له من إسهامات كبيرة جدا في عالم الكرة المصرية والعربية والأفريقية، وإجماع في الآراء على كافة المستويات سلوكيا وفنيا وقدراته الاستثنائية، وهنتكلم عن ده بالتفصيل في حلقتنا النهاردة، فضلا عن طبعا زي ما قلنا لحضراتكم النجمين الكبار النجم الكبير محمد صلاح والنجم الكبير محمد ابو تريكه، وهم ايضا من اصحاب المهارات الخاصه جدا، وان كان محمد صلاح لسه عنده فرصه كبيره كمان في الفتره الجايه لمزيد من الارقام والانجازات، لانه الاسم الوحيد في هذه الاسماء اللي لم ينتهي مشواره بعد كلاعب محترف، ولسه امامه ان شاء الله الكثير في عالم كره القدم، ان شاء الله يزود رصيده من النجاح والتالق والانجازات، بالاضافه الى حارس مرمى مصري واحد بيكمل الاسماء. اربع نجوم مصريين في هذه القائمه، هو النجم الكبير عصام الحضري، هذا الحارس الاستثنائي والعملاق اللي طبعا صال وجال مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي وله انجازات ايضا وارقام قياسيه وبطولات والقاب كثيره جدا حققها هذا الحارس الاستثنائي العملاق عصام الحضري. ايضا الكابتن محمود الخطيب بيحظى بتكريم خاص جدا والمزيد من التقدير لجهوده ولقيمته كواحد من ابرز نجوم الرياضه وكره القدم على مستوى مصر والعالم العربي والقاره السمراء. اختياره سفيرا من الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم، تم اختيار اسمه واعلان اسم النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب ليكون سفيرا للكره الافريقيه في نهائيات كاس الامم الافريقيه 2019 والمقامه ان شاء الله على ارض مصر، واللي هتنطلق فعالياتها خلال ايام قليله مساء الجمعه المقبله بعد حفل الافتتاح اللي ان شاء الله يكون اكثر من رائع ولائق بالكره المصريه والافريقيه وهذا الحفل الرياضي وهذه المناسبه الرياضيه المصريه الافريقيه الكبيره. ان شاء الله تكون البطوله فنيا وجماهيريا واداريا وتنظيميا على مستوى تطلعات وكل طموحات جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بشكل عام والجماهير الأفريقية اللي طبعا بتتجه أنظارها وبتترقب هذه البطولة والمستوى الفني والمنافسة الكبيرة والقوية المتوقعة فيها. كابتن محمود الخطيب تم إعلان اسمه ليكون سفيرا لهذه البطولة وللكرة الأفريقية من خلال أو بدءا من بطولة نهائيات كأس الأمم 2019، وحنتكلم مع نجومنا اللي هيشاركوا هاتفيا معنا من نجوم الرياضة ونجوم الصحافة ونقاد الرياضيين، نخبة من الأسماء اللي هتشارك معنا بعد قليل وخلال هذه التغطية عبر شاشة قناة الأهلي، هيشاركوا معنا على الهاتف ويتكلموا عن قيمة هذا الاختيار ومدى أحقية الكابتن الخطيب بهذا الاختيار، وأيضا الذكريات الكبيرة جدا عن المشاركة و طبعا الزماله معاه في الملعب زي النجم اللي هيشارك معانا هاتفيا الان، واحد من نجوم منتخب مصر سابقا ومن كبار المدافعين في تاريخ الكره المصريه والنادي الاهلي، الكابتن محمود صالح. مساء الخير يا كابتن محمود. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معانا يا كابتن محمود. انا سعيد طبعا بشارك في الحدث ده يعني طبعا، وفي الشكل طبعا الكابتن محمود الخطيب بيمثل يعني قدوه لينا ووجهه مشرفه الحقيقه لكل مش الكوره بس لكل الرياضيين في مصر الحقيقه. اكيد اكيد في اجماع في الاراء ومتفقين كلنا على الكلام ده يا كابتن محمود. تمام. ايه دايما الحاجات اللي بتحب تفتكرها وتقولها لما يطلب منك راي عن المحمود الخطيب، هذا النجم الكبير على مستوى كره القدم، اللاعب المتميز الموهوب وعلى المستوى الانساني؟ طبعا هو ما فيش شك بالنسبه لل الموهبه وموهبه الكابتن الخطيب يعني يمكن في اجماع طبعا، حتى اللعيبه اللي هي كانت اجيله واللعيبه اللي كانت بتخش في تنافس معاه كلهم اجمعوا ان هو طبعا كان متفرد الحقيقه وبيمثل يعني القمه من ناحيه الموهبه ومن ناحيه الامكانيات الكرويه يعني اللي عنده. الحقيقه احنا كنا محظوظين كجيل ان احنا طلعنا لقينا جيل عظيم الحقيقه، كابتن محمود الخطيب، الكابتن مصطفى عبده،
المرحوم الكابتن ثابت، الكابتن اكرامي، مش عايز يعني انسى حد الحقيقه. الحقيقه حب النادي والاخلاص للنادي وتحمل المسؤوليه، والحقيقه جيل اتعلمنا منه كتير يعني. اذا كان احنا تميزنا بشيء بعديهم يعني كجيل بعديهم، الحقيقه هم الجيل ده كله كان ليه الفضل الحقيقه. وبتذكر الماتشات والتجمعات، وكنا نقعد واللعيبه الكبار موجود، الكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده وبقيه الكباتن الكبار الحقيقه، ودايما مشهوره حتى في النواحي الفنيه في الملعب بيوجهوها لنا، والحماس بقى والاراده والتصميم ان احنا نكسب واسم النادي واحنا بنمثل نادي كبير. الحقيقه كل الحاجات دي اتعلمناها منهم الحقيقه كجيل يعني، وطبعا على راسهم بذكر يعني كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب ما فيش. كابتن محمود طبعا مش على مستوى مصر، على المستوى العربي الحقيقه يعني. الكابتن محمود كان يمكن ساهم كمان حتى في زياده الجماهير او شعبيه النادي الاهلي الفتره اللي لعب فيها الحقيقه، مش في داخل مصر، حتى على مستوى الوطن العربي. كان بيطمنكم يا كابتن محمود، كان بيطمنكم وجوده في الملعب فنيا، لاعب بالقدرات دي سواء معاكم في منتخب مصر في اي مباراه وديه او رسميه او على مستوى مباريات الاهلي المحليه والافريقيه، تاثيره ايه في الملعب؟ اكيد اكيد، هو مش ناحيه فنيه بس وامكانيات فنيه بس الحقيقه، شخصيه الروح القياده اللي هي موجوده فيه الحقيقه كان متميز بيها الحقيقه، ودي يمكن كانت بتدينا ثقه خصوصا في بدايه حياتنا، فما ابتدينا نلعب باسم النادي الاهلي. طبعا وجوده ما فيش شك بيدي ثقه لينا وللجمهور اللي بيتفرج في الاستاد وحتى للمشاهدين اللي يتابعوا من خلال التلفزيون. الحقيقه لا يعني انا يمكن مش عارف اعبر حتى على كل اللي جوايا الحقيقه، انما بكل التقدير والاحترام الحقيقه للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كمان يمكن غير نظره المجتمع للعيبه الكوره. انت عارف كان زمان اللاعب عشان يروح يلعب نادي يمكن من ورا اسرته يروح يلعب وكده، ويمكن كانت الاسر بتبقى يعني رافضه ان ابنها يلعب كوره، انما مع يعني الكابتن الخطيب الحقيقه يعني كان رمز الحقيقه، وكان يعني وجهه للنادي وجهه لعيبه الكوره، كان مثقف لابق في الكلام، سلوك اخلاقيات وسلوك وتصرفات الحقيقه، كل دي ادت قيمه للاعب الكوره. وفي نفس الوقت اصبح الاسر بيتمنوا ان ابنهم يبقى زي الخطيب. عارف ان ليا صديق بيقول كلامك ده بالظبط يا كابتن محمود، الله يرحمه، صديق عزيز جدا رحمه الله، اسمه هشام حسن، وكان بيقول دايما انه الكابتن الخطيب كان من اسباب، من وجهه نظر هشام كان بيقول دايما الكابتن الخطيب ارتقى بمكانه لعيب الكوره في المجتمع المصري، وخلى المجتمع يبدا ينظر للاعب الكوره بنظره فيها تقدير اكبر واحترام اكبر للموهبه. بالظبط، ويتمنى اولاده يلعبوا رياضه ويبقوا لعيبه كوره. فهو عمل النقله دي الحقيقه، هي دي، هو يعني الكابتن الخطيب الحقيقه عمل النقله دي، هو صاحب فضل حقيقي على كل لعيبه الكوره في مصر، وهو بيتمتع بعلاقات طيبه ومكانه في كل انديه مصر، كل انديه وطن، لانه كمان كان سلوكيا كمان محبوب من الجماهير، عمره ما كان اسمه محاط بالمشكلات، عمره ما كان طرف في مشكلات، ما بيتجاوزش في الملعب، يعني مركز على الجانب الفني وشغله كلاعب كوره محترف، وبينجز من هذا الجانب على مستوى ادائه الاحترافي في الملعب وموهبته الكبيره، وكان دايما مركز في الكوره وبعيد عن الجدل والمشكلات وكل الحاجات اللي ساعات زعلنا من نجم رياضي لو ما كانش ملتزم. كل عمره لم يتلفظ مره بحرف واحد في تجاوز الحقيقه. احترامه للاجيال القديمه واهتمامه بينا كاجيال صاعده، لا هو الحقيقه يعني تاثيره كبير جدا 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 الحقيقه، يعني يتكتب في كتاب يعني الحقيقه. طيب تقدير بيه، ربنا يديله الصحه ويوفقه ان شاء الله في رئاسه النادي الاهلي الفترات اللي جايه باذن الله. واتمنى لك كل توفيق ولي ولاسرته ويبقوا كلهم بخير ان شاء الله. هل كنت تتمنى في وقت من الاوقات انه يحترف في اوروبا يا كابتن محمود؟ لان كان في وقت من الاوقات في حوار سابق النجم الكبير الكابتن مصطفى يونس قال لنا بعد مباراه سابقه بين الاهلي ومونشن جلادباخ الالماني، قال ببساطه الكابتن مصطفى انهم بعتوا للنادي الاهلي شيك على بياض او خطاب لم تحدد فيه القيمه الماليه، قالوا احنا عايزين هذا اللاعب باي قيمه باي ثمن، بس النادي الاهلي يحدد السعر المطلوب لاتمام الصفقه. هل تعتقد انه كمان موهبته كانت تؤهله وقدراته البدنيه والفنيه لنجاح عالمي لو احترف في اوروبا؟ كلام حضرتك مظبوط، يعني انت حتى لو في امكانيات تجيبوا لقطات من الماتش بتاع مونش جلادباخ، شوف اداء الكابتن الخطيب بيتفوق على اللعيبه اللي هم لعيبه مونش جلادباخ. يمكن ما كانش في الثقافه قوي بتاعت الاحتراف الخارجي دي، انما
هو لو جات له فرصه طبعا هيبقى في مصاف يعني مستوى العالمي يعني، وكان ربنا هيوفقه امكانياته كلها تاهله لكده يعني ان شاء الله. هو اخذ احسن لاعب في افريقيا في 82، لو حضرتك رجعت للذاكره شويه لسنه 82 فتره الثمانينات دي 83 الكره الذهبيه افريقيا، بص كانوا عاملين ازاي حضرتك. اه صحيح، المستوى اللاعبين في افريقيا كانوا عاملين ازاي يعني، في الجزائر، في المغرب، في نيجيريا، في الكاميرون، يعني برغم ذلك هو تفوق وقدر فعلا انه اول لاعب مصري يحصل احسن لاعب في القاره على مستوى القاره الحقيقه. يعني هو ليه افضل كتير قوي علينا كلاعبين كوره الحقيقه، حتى على الاجيال اللي سبقته يعني يمكن رجع لها شيء. مش عايز اقول يعني الناس اتغيرت، حتى من الناس اللي هي بطلت، عارف حضرتك يمكن الاجيال اللي هي اكبر من الكابتن الخطيب بعد ظهور الكابتن خطيب في الفتره الزمنيه اللي هو لعب فيها، الناس حتى بقت تبص للعيبه القدام بشكل تاني غير الاول، بقى في تقدير اكبر لنجوم الكوره، الاجيال القديمه والاجيال اللي بعديها. وحضرتك كمان بتقول يا كابتن محمود انه كمان الوقت اللي حصل فيه على الكره الذهبيه كافضل لاعب افريقي عام 83 كانت المنافسه صعبه جدا لمستوى المواهب الكبيره اللي كانت موجوده في القاره في الوقت جدا جدا جدا. ممكن في لعيبه كتير ممكن في الفترات دي هو ما كانش متيح ليه ان هو يلعب على كاس عالم، برغم كده ان هو قدر يثبت وجوده الحقيقه. واتمنى بس تجيبوا يعني لو في امكانيات تجيبوا جزء كده من ماتش مونشن جلادباخ ان شاء الله. ان شاء الله يعني هو متفوق عليهم بكتير يعني. ان شاء الله هنستعرض اللقطات دي وهتبقى دايما موجوده معانا في ذاكره الاهلاويه ومحبي الكابتن محمود الخطيب وكل متابعي شاشه قناه الاهلي، ونستعرض كل الذكريات الجميله دي لنجوم كبار. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن محمود، جيل من اندر الاجيال في تاريخ الكره المصريه، جيل الكابتن الخطيب ومواهب استثنائيه كان هو كمان على الاطلاق الموهبه الاكبر فيها. بشكرك جدا على مشاركتك معانا نجم دفاع منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا كابتن محمود صالح. طبعا احنا بنستمتع بلقطات واهداف وموهبه نادره واستثنائيه للكابتن محمود الخطيب، كنا بنشوفها في كل شيء، في تحركه في الملعب، استلامه للكوره، التمريرات، التسديد، قدراته كسترايكر، كمهاجم صريح بيحرز عدد وافر من الاهداف، ولو في رصيده كلاعب محترف في النادي الاهلي 37 هدف في البطولات الافريقيه على مستوى ابطال الدوري او ابطال الكؤوس، وكانت اهدافه مؤثره جدا في ان يحتفظ النادي الاهلي ببطوله ابطال الكؤوس مدى الحياه بعد الحصول عليها 3 مرات متتاليه في الثمانينيات، وايضا بطولتين لابطال الدوري، اقوى بطوله قاريه على الاطلاق في هذا الوقت لهذا الجيل، جيل الكابتن محمود الخطيب. وتتوالى طبعا عملية إدراك المواهب النادرة والاحتفاء بها على مستوى مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، وبنشوف الحفاوة بنجوم استثنائيين هذا الجيل. إذا كنا بنتكلم عن أسماء زي الكابتن الخطيب، زي النجم بودربالة في المغرب، زي النجم الكبير رابح ماجر في الجزائر، والكابتن طارق دياب في تونس، وأسماء أخرى كان بينها منافسة قوية جدا، وأيضا في القارة السمراء أو دول أفريقيا السمراء اللي كان فيها عدد من المواهب القوية جدا اللي بتنافس وعندها قدرات استثنائية مهاريا وفنيا وبدنيا أيضا. هنتابع مع حضراتكم هذه الأخبار. عندنا طبعا اهتمام من وسائل الإعلام على مستوى الإعلام العربي والأفريقي بهذه الأخبار، وتصدر اسم الكابتن محمود الخطيب لتويتر بعد اختياره سفيرا للكرة الأفريقية عن طريق الكاف أو الاتحاد الأفريقي، وإعلان اسمه سفيرا للكرة الأفريقية في بطولة نهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. وفي حفاوة كبيرة على مستوى نقاد الرياضيين في العالم العربي بهذا الاسم الكبير وبذكريات أبرز النجوم وفي مقدمته الكابتن محمود الخطيب على مستوى مصر وأفريقيا والعالم العربي، حفاوة كبيرة واعتراف بإسهامات هذا اللاعب وهذا النجم الكبير وقدراته الاستثنائية والخاصة جدا. عندنا عدد من المداخلات هتكون معنا كمان خلال هذه التغطية، هنسمع أكثر من وجهة نظر لأن عندنا مقال أكثر من رائع كتبه الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، وبيفرد فيه مساحة لتحليل هذا الاختيار، وبيقول إن في أسباب أكثر من منطقية وأكثر من علمية ومقبولة جدا لاختيار الكابتن محمود الخطيب تكريمه بهذا اللقب، وانه يستحق هذا التكريم عن جداره. معانا على الهاتف الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ عصام. استاذ محمد ازاي حضرتك وكل مشاهدي قناه الاهلي وكل مصر يا رب في ايام يعني بنستبشر انه ان شاء الله مع افتتاح امم افريقيا تبقى حاله مصر تليق بعنوان زي ما بقول لحضرتك دايما وبقول لكل حد بيقابلني انه عنوان مصر الجديده من 2013 بتحقق على الارض والحمد لله. ان شاء الله ويكون القادم افضل في كل الاتجاهات ومنها بالتاكيد الرياضه وكره القدم. ايه العناوين الرئيسيه او الخطوط العريضه اللي حضرتك حابب دلوقتي تذكرنا بيها واللي ركزت عليها في مقالك لتحليل هذا الاختيار واختيار الكابتن الخطيب سفيرا للكره الافريقيه في هذه البطوله؟ هو ده الكلام الحقيقي جدا، هو ده الكلام عن مكانة مصر
ونجومها عن مكانة مش بس تاريخية وعلى مستوى كمان الحاضر وإن شاء الله استشراقا للمستقبل، لأنه لما الكاف يدي مصر ب 16 صوت ببلاش البطولة اللي بثمان منتخبات إضافية، يبقى من المنطق ومن الطبيعي حينما يتم اختيار سفراء للكرة المصرية أن يكون في القلب منهم أو رأس القائمة هو واحد من ألمع نجوم القارة لعبا وخلقا، ويقود أيضا نادي يطور دائما في القارة، عشان بس الكلام يبقى واضح، لا انحياز يعني لألوان ولا أي شيء من هذا القبيل، لأنه مش هقولك أنه القصة مصر مش بس كده، ولكن أيضا القصة أن لدينا ما يبنى عليه. هكذا يتصرف كل ما يمكن أن يكون مؤسسة عظمى، مؤسسة دولية تراعي تحديث بنيتها وتراعي أيضا مستقبلها. طب ده يحصل إزاي؟ يحصل بوجود حد من علامات كرة القدم ويكون الاختيار بعناية، قدم على مدار تاريخه لاعبا ما يمكن أن يكون أكثر من إضافة حتى مطورة لفكرة لاعب الكرة، أيضا إنسانيا لم يتخاذل يوم عن التواجد في مجتمعه وفي بيئته، والأهم من هذا وذاك أنه قدم فاصل أيضا عن أخلاق النجم، وبعدها تتوالى الأحداث فيتدرج إداريا لا يلتحف به فريق النجومية ليكون هو شعاره الأوحد، لكن بما لديه من علم وتخصص فيتدرج في الإدارة إلى سدة منتهى برئاسة واحد من أهم أندية العالم، وهو طبعا مؤكد هو رقم واحد أفريقيا وعربيا وشرق أوسطيا أيضا. لما تبني هذا الملف وتضع ورقاته جنبا إلى جنب، هنا يتأكد أن اختيار محمود الخطيب سفيرا لأمم أفريقيا يحضر إن شاء الله في قادم الأحوال والبطولات مثلا عن هذه القارة التي يعني شاهدت ملاعبها عرقه وأيضا إصاباته، يعني مش عايزين نقول كمان ودماء سالت منه كلاعب كرة جندي من جنود نادي ومنتخب بلاده، ومن ثم هكذا تكون اختيارات السفراء. يعني كنت مهتم بإبراز هذا الجانب لأنه الحقيقة جانب يضيف لي ما يمكن أن يكون مستقبل مصر. أحدث مواليد المحروسة أكيد سيحكوا له قصة النجومية وقصة استفادة الوطن من نجم عاشق ليه لعبته، وحبذا طبعا في كل مناحي الحياة وملفاتها الأخرى أن يحزو كل النجوم نفس الحزو. يعني هنا يا أستاذ عصام حضرتك بتشوف أنه مش بس مجد شخصي أو تكريم شخصي يستحقه هذا النجم الاستثنائي الكبير الكابتن خطيب، حضرتك بتشوف ده له انعكاساته على تقدير الرياضة وتاريخ الرياضة وتاريخ الكرة المصرية بشكل عام. مؤكد الرياضة المصرية وكرة القدم في القلب منها التي ولدت قصتها على نيل القاهرة في العام 57 أكيد هي التي يمكن أن يكون لها كل الفخر بواحد من أبنائها، زي ما لينا الفخر بالأسماء التي أعلنت الأفضل لكل 50 سنة ما شاء الله بيطلع لنا داخل قائمة الأفضل رباعي على الأقل مصريين قبل ما نقول أهلوية ولا زملكاوية ولا إسماعيلاوية زي كابتن علي أبو جريشة، لكن في كل الأحوال اليقين الحقيقي أن هذا هو حق مصر، لكن من الذي يستطيع أن يأتي بحق بلاده؟ هم رجال الحقيقة أمنوا بهذا الوطن، قدموا خلاصة جهدهم وعرقهم وأخلاقهم أيضا حتى ينالوا شرف الجنسية، بقى مش هقول لك شرف المنصب، شرف الجنسية المصرية، وهي لو يعلمون عظيمة، لأنه البلد دي الحقيقة تفخر وأنت تتحدث عنها وتفخر أكثر وأنت تؤكد أنك مصري بغض النظر عن اللون يا أستاذ محمد. يعني أكثر من سبب يبعث على التفاؤل ومؤشرات أكثر من إيجابية إن شاء الله في الأيام القليلة اللي بتسبق نهائيات كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر يا أستاذ عصام. أعتقد لأنه ده مؤشر واضح، لأنه لكل مقام مقال، وأنه كمان مؤشر حتى لجماهير أو شعب الأهلي إن صح التعبير أن هناك جديد، وأن على الأرض مجلس كان عنوانه الرئيسي يعني أداء بحجم الأهلي، عائلة الأهلي، إرادة، تطوير وكذا. أعتقد أنه مزيد من المصداقية مقابل يعني ما يمكن أن يكون جهد من مجلس محترم يقوده سفير الكرة الأفريقية الآن محمود الخطيب.
شكرا جدا للمشاركة معنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لك. كل التقدير للكابتن محمود الخطيب ولكل رموز الرياضة ورموز الكرة المصرية والعربية والأفريقية اللي دايما بتكون أو بتكتب سطور من نور في تاريخ الرياضة وفي تاريخ الكرة المصرية، وبتضيف لمسات يعني بتبعث على التفاؤل والأمل في أن القادم أفضل، وقدرات هذه القارة وقدرات مصر على تقديم المزيد من النجاحات وجيل جديد من المتميزين والموهوبين اللي بيقتدوا بهذه الأسماء وهذه العلامات البارزة في تاريخ الرياضة وكرة القدم المصرية. بنوجه نفس التحية لنجومنا نجم الكبير محمد صلاح اللي بنتمنى له المزيد لأن مشواره لم ينتهي بعد، وبتعلق عليه الجماهير أمال كبيرة جدا إن شاء الله كواحد من النجوم. بنقول كل منتخبنا إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية، يكونوا على مستوى تطلعات الجماهير ومستواهم يليق بالكرة المصرية، واستضافة مصر كمان لهذه النهائيات المتوقع لها تكون بالغة الصعوبة وفي منتهى القوة على مستوى التنافس الفني مع وجود أسماء كبيرة في المنتخبات المشاركة في البطولة وخبرات احترافية كبيرة في صفوف عدد من المنتخبات الأفريقية. بنتمنى له المزيد ونهنئه على هذا التكريم عن طريق فرانس فوتبول، فضلا عن النجمين الكبار النجم الكبير والحارس الاستثنائي عصام الحضري وما قدمه، ومشوار أكثر من رائع من العطاء حتى يومنا هذا في عالم كرة القدم وخاصة مع منتخب مصر والنادي الأهلي، والنجم الكبير أيضا وإسهاماته أكثر من رائعة كانت مع النادي الأهلي ومنتخب مصر النجم الكبير محمد أبو تريكة. كل هذه الأسماء موجودة ضمن هذه القائمة أيضا في أساطير الكرة الأفريقية، وهو الاسم اللي أشار له الأستاذ عصام أو هذا التصنيف اللي أشار الأستاذ عصام أنه بيتكرر كل 50 عام، وجاء هذا الاختيار ليشمل 30 اسم دول يشملوا 4 أسماء مصرية في هذه المرحلة أو في هذا التكريم. هنكمل كلامنا مع حضراتكم، ربما تكون هناك كمان بعد قليل مزيد من المداخلات للحديث عن هذا الأمر، وزي ما قلنا في ردود أفعال أكثر من طيبة لهذه الأسماء وبشكل خاص جدا تكريم اسم الكابتن محمود الخطيب وهذا له، وبيلقي عليه مزيد من المسؤوليات الأدبية والجماهيرية والإعلامية بحجم نجوميته وتاريخه وعطائه والمتوقع منه أيضا في الفترة الجاية على صعيد مشاركاته وتمثيله للكرة الأفريقية انطلاقا من اختياره سفيرا للكرة الأفريقية في هذا التوقيت، ومع انطلاق أو قبل انطلاق فعاليات نهائيات كأس الأمم 2019 على أرض مصر، أنه ده هيتوقع بالتبعية أنه يشارك ويمثل الاتحاد الأفريقي والكرة الأفريقية وأساطير الكرة الأفريقية في الكثير من المناسبات الرياضية والكروية الدولية في الفترة القادمة إن شاء الله. زي ما قلنا في طبعا ردود أفعال وارتياح كبير في أوساط الإعلام المصري والعربي والأفريقي بهذا الاختيار، وإن شاء الله ده يكلل كمان بهذه الدعوة اللي وجهت للكابتن الخطيب عن طريق الكاف للتواجد ضمن أساطير ورموز الرياضة والكرة الأفريقية ضمن الشخصيات العامة والنجوم المشاركة في نهائيات وفي افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. هننتقل لعدد من الأخبار الأخرى، وبالتوازي مع استقبالنا لمزيد من المداخلات والاتصالات ربما من داخل أو خارج مصر للتعليق على هذا الأمر وهذه النجاحات المصرية الجديدة واللي بتضاف لنجاحات كبيرة سابقة في عالم كرة القدم المصرية، وأيضا منهم طبعا نجوم كبار في سجل وفي تاريخ النادي الأهلي. عندنا أخبار استعدادات فريقنا والنادي من الداخل، طبعا لجنة التخطيط والتطوير الخاصة بكرة القدم اللي تم تشكيلها في الفترة اللي فاتت عن طريق الكابتن الخطيب مع وجود كوادر متميزة فيها الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو بقيادة طبعا صاحب الخبرات الكبيرة الدكتور طه اسماعيل رئيسا لهذه اللجنة، وعقدت اجتماع الأول مع الكابتن محمود الخطيب في الفترة اللي فاتت، ثم تتوالى الاجتماعات مع قطاعات ومن المسؤولين في قطاعات كرة القدم في النادي الأهلي. كان في اجتماع لهذه اللجنة وللكابتن طه اسماعيل دكتور طه اسماعيل مع الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيطلب طبعا كل متطلبات القطاع في الفتره الجايه وبيقدم رؤيته الفنيه لتطوير القطاع ولهيكله القطاع في الفتره القادمه، وبيتم مناقشه هذا الامر وتلبيه هذه المتطلبات بالتنسيق بين رئيس اللجنه لجنه التخطيط والتطوير الدكتور طه اسماعيل، وايضا بالتنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن الخطيب. معنا على الهاتف واحد من الأسماء كمان اللي كنا بنستمتع بلمساتها الكروية في الملعب، تحركه مهاراته الاستثنائية الخاصة جدا، الكابتن التيمومي من المغرب، وهو كان من النجوم الكبار ومن الأسماء اللي كانت دايما بنشوفها ونقارنها بنجومنا الكبار زي الكابتن الخطيب، وكان في دايما يعني طعم خاص جدا لهذه الأسماء ومشاركتها لأنها كانت بتتمتع بمواهب كروية نادرة منحت لهذه الأسماء من الله عز وجل. خلينا نستقبل هذا الاتصال من الكابتن التيمومي ونرحب بيه على شاشة قناة الأهلي. كابتن محمد التيمومي مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور وتحية لكل مستمع كريم وتحية خاصة لمحمود الخطيب، تحية خاصة لي.
كيف استقبلت خبر هذا التكريم لاسم الكابتن الخطيب ولقيمته وعطائه وتاريخه واختياره ليكون سفيرا للكرة الأفريقية في نهائيات كأس الأمم 2019؟ فهو أهل بهذا التكريم وبهذا الامتياز، أظن بأنه يستاهل أكثر، لأنه ظاهرة من ظواهر ديال كرة القدم، ما نقولش غير في مصر ولكن على المستوى القاري، يعني لاعب اللي أنا جاتني الفرصة ولعبت ضده ولعبت وتفرجت فيه، يعني من اللاعبين المتميزين اللي كانت عندهم قيمة كبيرة يعني على مستوى الملاعب، على مستوى المسيره الرياضيه ديالو، وكان من اللاعبين المتميزين، وخير دليل هو الفوز ديالو بالكره الذهبيه، ما نعرفش السنه بالضبط ولكن هذا كيأكد بانه كان دائما لاعب متميز، لاعب خارق، لاعب، لان اللاعب المتميز دائما خصو يربط ما بين الفنيات ديالو، المهارات ديالو، وما بين الاخلاق ديالو. نعم. توازي المردود الايجابي ديال اللاعب في المسار ديالو الرياضي، وهذا ربما هو الميزه الخاصه اللي كيمتاز بها محمود الخطيب، ما غنقولش غير على المستوى البلد ديالو اللي هو مصر، ولكن على المستوى القاري فخلى دائما واحد سمعه طيبه، لا من الناحيه الرياضيه لا من الناحيه الاخلاقيه، وهنيئا له هذا الامتياز. كابتن تيمومي، حضرتك تعلم بالتاكيد انه كان في شعبيه لبعض نجوم الكره المغربيه في هذا الوقت اللي كنت حضرتك لاعب محترف فيه، الكابتن التيمومي، الكابتن عزيز بودربالا، نجوم كبار كان لهم اسمائهم وحجم متابعه جيد لهم في الشارع المصري وبين الجماهير المصريه، فهل كان على الجانب الاخر ايضا نجوم كبار بمواهب نادره زي الكابتن الخطيب وبعض المواهب الاستثنائيه كمان في عصره من النجوم المصريين، كان لهم هذا القدر ايضا من المتابعه والاهتمام والشعبيه في المغرب؟ لا، كاين الحمد لله، هذا الشيء اللي كان كيخلينا دائما، ولو كانوا خصوم ديالنا في واحد الوقت، ولكن في نفس الوقت كان عندهم الاحترام وعندهم التقدير والمتابعه الخاصه في كل المباريات الاحصائيه، لما كنقول محمود الخطيب، كنقول طاهر ابو زيد، كنقول شوقي غريب، كنقولوا انا سيرت ولا لعبت ضد الجيل ديال فاروق جعفر ومختار وواحد المجموعه ديال الاسماء، يعني في الالعاب البحر الابيض المتوسط ديال سبليت 79، فانا بديت صغير في المنتخب المغربي، وكان لي الشرف انه من بين الحاضر من بين العناصر اللي هي لعبات ضد منتخب مصر في هذه الدوره هذه ديال 79. عايش الجيل ديال ابراهيم يوسف واسماعيل يوسف وغيرهم من الاسماء، يعني ممكن تحضر جميع الاسماء الان، نعم، يبقى دائما عندي تقدير واحترام لواحد الاجيال اللي هي مرات في الكره القدم المصريه واللي مثلتها احسن تمثيل، فدائما الكره المصريه عندها الاحترام ديالها وعندها التميز ديالها وعندها الانجاب ديالها لواحد المجموعه ديال الاسماء اللي مرت على مر السنين وعلى مر الاجيال اللي هي ارخى التاريخ كره القدم المصريه على الساحه الافريقيه. اخيرا كابتن تيمومي، كيف ترى المنافسه وفرص كل من منتخب مصر اللي بيستضيف البطوله على ارضه وفرص المنتخب المغربي ايضا في نهائيات كاس الامم 2019، وما اثير اعلاميا عن وجود بعض المشكلات او خلاف حدث وتسبب في ترك لاعب المنتخب المغربي حمد الله لمعسكر المنتخب، كيف ترى فرص المنتخبين المصري والمغربي في البطوله؟ لا، انا ما يمكنليش نتكلم على القضيه الاخيره اللي صارت واللي هي خارجه دائما في عدم انضباط بالنسبه للمنتخب المغربي، ما يمكنليش نتكلم، لان ولو انه كنبقى دائما متابع ومتتبع وكنبغيو الخير للمنتخب المغربي، انما اللي يمكن نتكلم عليه هو تبقى المنتخب المصري من المرشح الاول في هذه التظاهره هذه وفي هذا العرس الافريقي، اكيد بانه غادي يكون عنده السند القوي من طرف الجمهور، من طرف الملعب كذلك، كيبقى الجاهزيه ديال لاعبي منتخب مصر، كيفاش غيكون التهيئ ديالهم خاصه الذهني، نعم، كنقول خاصه الذهني، على المستوى البدني اظن بانه غيكون
كل شيء جاهز وكل شيء مستعد، ولكن غادي يكون ضغط هناك على المنتخب ولا لاعبي المنتخب مصر، ونتمنى انه اللاعبي المنتخب يتعاملوا معها بواحد الذكاء وبواحد الرزانه وبواحد يحضروا الجانب التهني الى يمكن بغاو يوصلوا للمباراه النهائيه ويفوزوا باللقب، لانه ما عندهمش عذر. يعني الجمهور او الراي العام الرياضي المصري ينتظر منهم اللقب، هذا شيء متاكد ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب المغربي فتيبقى من المرشحين، لان دائما كنشيروا لواحد اربعه ولا خمسه ديال المنتخبات اللي غيمكن تلعب الادوار الكبيره في التظاهره الافريقيه، ومنها المنتخب المصري والمنتخب المغربي. اظن بانه سواء المنتخب المصري ولا المغربي خذوا من الاحتكاك على المستوى كاس العالم خذوا واحد التجربه. على كل حال ولو انه كاين فوارق بالنسبه للحدث العالمي والحدث الافريقي، انا كنقول بانه المسؤوليه ليست مثال على 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 عاتق اللاعبين المصريين او المغاربه، واظن بانه نتمنى نشوفوا، انا شخصيا نتمنى نشوف مباراه نهائيه ما بين المنتخب المصري ومنتخب المغرب. اكيد اكيد. بشكرك جدا لمشاركه حضرتك معنا النجم المغربي الكبير الكابتن محمد التيمومي نجم الكره المغربيه السابق، شكرا جزيلا لك، وبنتمنى فعلا ده هيكون نهائي اكثر من رائع للبطوله لو كان نهائي البطوله بين مصر والمغرب بين المنتخبين الكبيرين. بشكرك شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك للمشاركه معنا في هذا الحوار. مشاهدينا فاصل ونعود. طبعا يعني مختلفة بتعكس نجاحات كبيرة جدا للكابتن محمود الخطيب على مستوى اللاعب المتميز الموهوب، وشفنا الآراء مش على المستوى المحلي بس اللي بتقدره على المستويين الفني أو الكروي والإنساني والسلوكي والأخلاقي. نجم كبير بحجم الكابتن محمد التيمومي، كنا دايما بنقول دي من العلامات البارزة اللي كنا بنستمتع بأدائهم في مباريات مواجهات مع منتخب المغرب، سواء مع منتخب مصر أو مواجهة بين منتخب المغرب وأي منتخب آخر، وكنا بننتظر متابعة هذه الأسماء لأنها أيضا من أندر المواهب في تاريخ الكرة العربية والأفريقية، بودربالا والتيمومي وهذه الأسماء الكبيرة. كابتن التيمومي قال في بداية كلامه نعم الإشادة بالكابتن الخطيب، قال على المستوى الفني الكروي مهاراته قدراته، وعلى المستوى السلوكي والأخلاقي والتزامه كلاعب بعيد عن المشاكل وبيحتاج
يحترم المنافسين وعلاقته باللاعبين زملائه في الملعب او الفريق المنافس اكثر من رائعه وطيبه جدا. يعني هو بيحترمه على كافه المستويات فنيا وكرويا وانسانيا وخلقيا وكل ما يتعلق بها على المستوى السلوكي كمان، سواء كنا بنتكلم عن اثنين بيتنافسوا في الملعب او زملاء في نفس الفريق. في تقدير كبير جدا لمستوى التعامل ولاخلاقيات وسلوكيات الكابتن محمود الخطيب، قبل طبعا التقدير الكبير الموجود باجماع الاراء لموهبته الاستثنائيه. كمان شفنا بعض اللقطات لنجاحه الكبير ومشواره، سواء في خطوات مهمه مع مجلس اداره النادي الاهلي وتدرجه في المناصب وصولا الى النجاح الكبير اللي حققه مع قائمته بالكامل بارقام قياسيه في الانتخابات السابقه الخاصه برئاسه النادي الاهلي او بانتخابات مجلس اداره النادي الاهلي. شفنا الاحتفالات وقت اعلان النتيجه، وايضا بعض الخطوات اللي شارك بيها في مشوار عطائه مع كره القدم ومع الاداره الرياضيه، سواء في النادي الاهلي او كمدير لمنتخب مصر، مدير للمنتخب في فتره من الفترات، وكلها خبرات بتتراكم لتصل بحصيله الخبرات الى ما لدينا الان من قدرات طبعا الكل بيثق فيها وبيتمنى انها تحقق الكثير على مستوى الرياضه المصريه وعلى مستوى النادي الاهلي بوجود الكابتن محمود الخطيب في هذه المرحله رئيسا للنادي الاهلي. عندنا اخبار الفريق كمان مستمره، بس هنرجع للخبر السابق. بعد التشكيل واعلان هذا التشكيل للجنه التخطيط والتطوير في النادي الاهلي بقياده الدكتور طه اسماعيل وعضويه كل من كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو، الاجتماعات بتجري على قدم وساق استعدادا للموسم الجديد. طلب في الاجتماع اللي تم بالفعل مع الكابتن فتحي مبروك، طالب الدكتور طه اسماعيل بالرد على بعض الاسئله واستفسارات اللجنه وتحديد بتفصيل كل احتياجات القطاع في الفتره الجايه لتوفيرها عن طريق النادي وعن طريق مجلس الاداره والجهات المختصه طبعا ولجنه التطوير في كره القدم. ومن المنتظر أن يعقد اجتماع آخر بين الدكتور طه اسماعيل والكابتن فتحي مبروك خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال ما تم مناقشته أو عرض المزيد من التفاصيل المطلوبة للعمل في الفترة القادمة، وطبعا كل ما يتعلق بالاهتمام وبتطوير قطاع الناشئين. استعدادات فريقنا الأول، من المنتظر عودة الفريق الأول للتدريبات يوم السبت المقبل بعد فترة راحة خلال الأيام القليلة الماضية، والجهاز الفني واللاعبين على موعد إن شاء الله بدءا من السبت المقبل تمهيدا لبدء فترة الإعداد على ملعب التتش وعلى استاد التتش قبل السفر إلى أسبانيا في معسكر خارجي أو أوروبي استعدادا للموسم الجديد بقيادة لاسارتي المدير الفني. وفي هذا الإطار متوقع إن شاء الله أن يسافر سيد عبد الحفيظ الكابتن سيد مدير الكرة في النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي بعد غد الثلاثاء إلى أسبانيا للوقوف على كافة التفاصيل والتحضير لاستقبال بعثة النادي الأهلي أو الفريق الأول لكرة القدم، تفاصيل فندق الإقامة، اختيار كل ما يتعلق ب الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي استعدادا للموسم الجديد، سواء ملاعب التدريب أو التفاصيل المطلوبة لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد، فضلا عن الإقامة وكل التفاصيل الأخرى. عندنا بعض ربما تكون هناك مداخلات أخرى خلال هذه الفترة أو خلال هذه الفقرة أو بعد نهايتها، خلال حوار هيبدأ بعد قليل مع نجم المنتخب المصري السابق ونجم النادي الأهلي سابقا والهداف النادر والاستثنائي أيضا الكابتن أحمد بلال، هيكون معنا بعد قليل وهنتكلم معاه عن أمور كثيرة جدا تتعلق بالنادي الأهلي وتكريم رموزه والنجاحات اللي ما زال يحققها رموز النادي الأهلي ونجومه في مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب، وعلى مستوى تكريمه واختياره سفيرا للكرة الأفريقية أو وجود أربع أسماء منها ثلاث أسماء من كبار نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية الكابتن الخطيب والكابتن عصام الحضري والكابتن أبو تريكة ضمن القائمة الأفضل على الإطلاق في 30 اسم هم الأفضل باختيار فرانس فوتبول لأفضل 30 اسم خلال الخمسين عام الماضية في الكرة الأفريقية أو في القارة السمراء، بالإضافة إلى نجمنا الاستثنائي طبعا اللي بيحقق نجاحات تسعدنا جميعا وبنتوقع منه الكثير في نهايات كأس الأمم القادمة الكابتن محمد صلاح. خلونا نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لاستقبال الكابتن أحمد بلال، نتحدث مع الكابتن بلال عن رؤيته الفنية للمنتخب واستعداداته وفرص الفرق الأقرب إلى التنافس إن شاء الله مع منتخب مصر اللي بطبيعة الحال زي ما قال الكابتن تيمومي لا بديل عن أو طموحات وتطلعات الجماهير لن تقبل بديلا عن المنافسة القوية والظهور القوي إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة، وهو بيتمتع طبعا بالخبرات الكبيرة واسم منتخب مصر اللي بيسبقه في كل المنافسات، وإن كان دايما الفيصل هو العطاء في الملعب دون النظر للأسماء أو الألقاب أو الخبرات السابقة، الأرض والجمهور والإعلام والاهتمام والحفاوة الجماهيرية بمنتخبنا والثقة في قدرات لاعبينا ووجود خبرات ونجوم محترفين طبعا عندهم بعض القدرات الاستثنائية وفي مقدمتهم النجم الكبير محمد صلاح واحد من اللاعبين
اللاعبين الأشهر حاليا على مستوى العالم كله، واللي اسمه بيجي النهاردة رقم 3 في قائمة اللاعبين الأغلى أو في أعلى ترتيب للاعبين على مستوى القيمة الشرائية أو السوقية لهم. وبنتمنى له إن شاء الله أنه يكون عنصر مؤثر جدا ويكون إضافة كبيرة لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. فاصل ونعود. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونرحب نجم الكره المصريه السابق والنادي الاهلي سابقا الكابتن احمد بلال. كابتن بلال مساء الخير، سعيد بوجودك معايا النهارده. ربنا يخليك يا محمد، انا اسعد طبعا يعني، ويعني فرصه جيده ان احنا بنلتقي كل فين وفين يعني. لا بتسعدنا بوجودك معانا، وانا بسعد شخصيا بالحوار معاك يا كابتن بلال على شاشه قناه الاهلي. خلينا نبدا بالكابتن محمود الخطيب، اللاعب والإنسان والمسؤول الكبير في النادي الأهلي وصولا إلى منصب رئيس مجلس إدارة، وكنت من نجوم الفريق اللي حقق طبعا جيل ذهبي للنادي الأهلي، حقق بطولات وظهر على المستوى الدولي بشكل أكثر من رائع وقت ما كان الكابتن الخطيب نائب لرئيس مجلس الإدارة، وكان الكابتن حسن حمدي في الوقت ده رئيس مجلس الإدارة. أولا شايف إزاي تكريمه واختياره سفير للكرة الأفريقية؟ والله بص، يمكن الكابتن الخطيب الأجيال الحالية لم تكن محظوظه الحقيقه يعني، بعدم الفرجه على الكابتن الخطيب في الملعب. يمكن انا برضو ما اتفرجتش عليه كتير في الملعب قوي، لكن شفت له حاجات كتيره جدا طبعا يعني، اكيد يعني واحد من اللعيبه العباقره في الملعب يعني. في لعيبه دايما وانت بتلعب تحب تستمتع بيهم وانت كمان موجود معاهم في الملعب، وفي لعيبه بتستمتع بالفرجه عليهم يعني. يعني الكابتن خطيب من الناس اللي انت بتحب يعني تستمتع، حتى لما يبقى في فيديوز بتتعرض للكابتن محمود بتحب تتفرج عليه، تستمتع خد بالك بالفرج عليه يعني. بتقول يعني لو انت مثلا موجود في هذا العصر كان ممكن يبقى الوضع مختلف تماما يعني. انا من الناس الحقيقه اللي بستمتع وبحب لعبه الكوره جدا يعني، بحب لعيب الكوره اللي بيفكر في الملعب، اللي عنده ذكاء، اللي عنده امكانيات كبيره جدا، اللعيبه اللي عندها موهبه عاليه جدا. هو من الناس الحقيقه اللي عندها موهبه عاليه جدا 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 جدا. يمكن اول مره تجمعني بالكابتن الخطيب يعني رؤية داخل الملعب كان عندي 16 سنة و حوار فني بقى على الملعب وعلى كرة القدم بينا في الكورة يعني نفسها يعني. كان عندي 16 سنة وكان عندنا تدريب وكنا بنتمرن في الجزيرة في ملعب الفرعي يعني، كان زمان في ملعب فرعي في نادي الجزيرة في الأهلي الجزيرة فرع الجزيرة، وكان الكابتن مختار هو المدير الفني، فبنعمل تقسيمة العادية، فنزل الكابتن الخطيب يلعب معنا في الفرقة، وكان بيلعب معايا أنا في يعني كنت أنا بلعب معاه في التقسيمة يعني أو كنت في فريقه يعني بالظبط. وكان أمير عبد الحميد هو اللي كان واقف في جول ضدنا في الفرقة التانية، فجت له الكورة على الخط ال 18 فلقيته بيعمل كورة تشيب كده غريبة يعني بوش رجله الداخلي وراحت في المقص، وإحنا واقفين كلنا بنتفرج حتى أمير نفسه كان بيتفرج عليها يعني. فبعد الماتش ما خلص، بعد التقسيمة قصدي ما خلصت، فرحت سألته كابتن حضرتك يعني الكورة دي لعبتها ازاي؟ فقعد يضحك يعني، فاهم انا عندي لسه 16 سنه فعارف يعني، وكانت مختار من المديرين الفنيين اللي بيحبوا المهارات قوي، بيحبوا الابداع جدا يعني. فراح قعد يشرح بقى الكوره ازاي اتلعبت بالحته، لان خد بالك انت وانت انت كمهاجم اوقات كتيره جدا بيجي لك وقت انك محتاج انك تفكر فيه وتشتغل بدماغك اكتر منه انك تشتغل بالقوه اللي موجوده عندك يعني. ودي حاجه انا على المستوى الشخصي في الكوره كنت بحبها جدا. فلما قعد يشرح للكره لينا يعني واحنا قاعدين بره، عايز اقول لك يا ابو حميد كان عندنا ماتش بعديها بحوالي اسبوعين كده، اسبوعين بالظبط، وكنا بنلعب في الجزيره بقى في الملعب الملعب الرئيسي يعني. كان بيتفرج علينا ساعتها كان مستر هولمان ومستر مستر تسوبل، اسف مستر تسوبل وتسوبل كان قبل هولمان، راين تسوبل كان قبل هولمان الاول وبعد كده تسوبل. هولمان 95 96، فكرة جات لي ناحية شمال ماشي، فحبيت اعملها كده زي حاجة من بتاعة كابتن خطيب يعني، فاهم قصدي؟ فرحت جاي عامل جول طالع عليا وانا على ال 18، فرحت جاي بشمالي بقى المرة دي حاططها من فوق جول.
ماشي. فكابتن مختار بعد الماتش طلع بيقول لي ايه الحرفانه دي؟ قلت له يا كابتن لسه كابتن خطيب عاملها المره اللي فاتت عشان تعرف المستقبل اللي جاي. تعرف هبقى زي مين يعني. فالحقيقه انا قصدي كنت من اللاعبين او المهاجمين اللي بيلعبوا بالقدمين بس ما كنتش في الاساس اشول. لا لا مش في الاشول. لا مش في الاساس اكتر، بتعتمد اكتر على القدم اليمنى. اه بالظبط، انا اصلا يمين بس يعني اهداف كتير اتحققت برجلي الشمال يعني. فخد بالك انت بتستمتع دايما وبتتعلم من اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي عندها امكانيات ومهارات عاليه جدا. خد بالك وعايز اقول لك المفترض يعني انا ويمكن انا بقول الكلام ده يمكن في قناه النادي، المفترض ان يبقى في فيديوز كتيره جدا للعيبه الموهوبه امثال الكابتن الخطيب يعني، الناس تتفرج عليها عشان الناس تستمتع. خد بالك ناس كتيره تسمع فقط لا غير، لكن ما بتشوفش، ما عندها او ما صادفتهاش او ما صادفهاش الحظ ان هي تشوف تتفرج على المواهب الكبيره كده. تمام، فانا بتمنى يعني الفيديوهات والاهداف والمهارات تمام تتعامل وتتذاع هنا في قناتنا عشان الناس الاجيال الجديده كمان مش بس يبقى عندها فكره السمع، عشان كمان يبقى عندها فكره الرؤيه، تعرف الناس دي فعلا ما خدتش القيمه الكبيره دي من فراغ، لا فعلا خدتها عن استحقاق وجدارة. ايه اهم النصايح الفنيه تفتكر نصايح فنيه وجهها لك كابتن الخطيب في اي مرحله، حتى المرحله اللي كنت فيها هو دايما نجوم الفريق الاول، وجالك وقت بلال كنت يعني هداف منتخب مصر وهداف النادي الاهلي وهداف الدوري المصري كنت متالق، وبيبقى الجيل ده والستارز في الفريق الاول دايما مهتمين بنجم بحجم وقدرات كابتن الخطيب انه يسالوه على حاجات فنيه، يسمعوا منه لفته معينه عن التحرك، الحركه في الملعب، التيم ورك، ازاي يخلص كوره في موقف صعب. تفتكر نصايح فنيه معينه من كابتن الخطيب؟ شوف هقول لك على حاجه، يمكن انا عشرت كابتن الخطيب وكان مشرف على الكوره في الفريق الاول في اوقات انا كنت موجود فيها مع الفريق. هو الحقيقه كابتن الخطيب كان في حاجتين مهمين جدا جدا بيهتم بيهم يعني، دايما ينصحك نصيحه انك ازاي تكون لعيب كوره فقط لا غير، ازاي تتعايش كانك لعيب كوره فقط لا غير، هي دي المهنه الحقيقيه بتاعتك انت، لا تدور على فلوس في الوقت الحالي ولا تدور على اي امجاد شخصيه خارج الملعب، كل الامجاد وكل الفلوس وكل الامكانيات هتجيلك وانت لعيب، هتجيلك لوحدها. اهتم فقط لا غير بكره القدم، اهتم بامكانياتك الشخصيه، طور من امكانيات نفسك. يمكن هو كمان الحقيقه من النصائح المهمه جدا 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 ان دايما اللي كان بينصحها، ويمكن انا يعني ساعدت في وقت كتير ان انا بستمع لهذه النصائح، انك ازاي تبحث انك تطور نفسك دايما، ازاي ما تقفش عند ليفل محدد، ازاي ما تقفش، ازاي دايما تطور نفسك، لان دايما اللي بيقف، ودي كانت دي نصيحه مهمه جدا، دايما اللي بيقف عند مستوى معين لازم ينزل تحتيه. والحقيقه انا فاكر الكلام ده كويس جدا، كان الكلام ده قاله لي يمكن في سنه 2002 او 2001، فانا كنت ساعتها كنت همشي من النادي وكان في حوار كده معايا يعني مع النادي الاهلي، وكان يعني انت كنت متعب شويه. انا كتير الحقيقه، كتير الحقيقه، وفي العروض اللي بتجيلك يعني بلاش فكانت الحقيقه النصيحه الكبيره او المهمه جدا انك انت لعيب كويس، بس لازم دايما ما تقفش عند حد معين، حد اللي انت لعيب كويس بالظبط، لازم دايما تبقى بتفكر انك تبقى تجدد من امكانياتك، تجدد من نفسك، تجدد من مهاراتك على حسب القدرات والامكانيات اللي ربنا بيديها لك يعني. لو انت عندك لياقه بدنيه عاليه تبقى اعلى، لو عندك لو بتحاول بتلعب بيمينك بس خلاص وصلت للليفل ده، تدور على اعلى من كده، تدور على حاجه ثانيه مختلفه عشان لو تبقى لعيب انتهى هترجع بقى عشان تبقى لعيب مختلف شويه، عشان تبقى لعيب كبير. الاسماء الكبيره فعلا ما بتجيش من فراغ، الاسماء الكبيره بتيجي من فعلا من تعب وجهد وشغل كبير جدا. وكان ليا لقاء برضه مع كابتن خطيب، لقاء مهم جدا يمكن ده بعتبره الاهم الحقيقه. البطوله او النكسه اللي حصلت 2002 2003 تقريبا، وبطوله الدوري اللي خسرناها امام امبي يعني، اللي كانت في الاسبوع الاخير، اللي كانت في الاسبوع الاخير ايامها كان بومفرير، وكان كان بومفرير وكان كان مشي بومفرير بعديه على طول الاداء لوغاريتم، وكان عندنا بطوله كاس مصر، وكان كابتن خطيب هو المشرف على الكوره، وكان عندنا بطوله كاس مصر، وكان الجمهور الحقيقه واقف بره التتش وغاضب بشكل كبير جدا وعايز يدخل، وكان الامن مانع الجمهور عشان ما تحصلش مشادات وما تحصلش حوارات ما بينه وما بين اللعيبه. ولكن اجتمع بينا كابتن محمود خطيب وقال الجمهور هيدخل الملعب، وعشان هو ده الجمهور اللي وقت ما بتاخد البطولات هو ده اللي واقف وراكم، كذلك لما يبقى في عصره لازم تتحمله جمهور النادي الاهلي وتسمعوا النقد والهتافات وزعل الجمهور بالظبط بودانكم عشان خاطر تعرفوا قيمه الناس دي وقد ايه مدى غضبها ومدى زعلها عليكم، مش منكم بس يعني، عليكم اكتر من منكم. دخل الجمهور واحنا طبعا كلنا يعني عارف انت منتظر ان الجمهور خلاص يعني هتبقى في بعض الهتافات ضدك، هتبقى في بعض اللوم، وده طبيعي في كره القدم في اي حته في العالم يعني طبعا،
دخل جمهور التتش حوالي تقريبا 5000، يعني تقريبا مالي الاستاد المدرجات اللي موجوده. ابتدى الجمهور يعني يزوم شويه يغضب شويه، راح الكابتن خطيب، يمكن كنت انا بمشي معاه، حول ما كنت انا عندي اصابه في رجلي وخرجت حتى ما بين الشوطين في مباراه ام بي دي ما كملتهاش. مشي معايا كابتن خطيب وراح للجمهور ويمكن حيا الجمهور، فطبعا كل الناس يعني حيت كابتن محمود الخطيب، وراح نادى على اللعيبه اقول لهم اللعيبه دي اللي خسرت الاسبوع اللي فات بطوله دوري العام هي دي اللعيبه اللي هتجيب لكم كاس مصر بعد اسبوعين بالظبط. ابتدى الجمهور بلغه تانية خالص بتشجيع مختلف، يتحول بقى لتشجيع ايجابي جدا 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 جدا، وابتدى يشجع اللعيبه بشكل غير عادي جدا. طبعا مع الجمهور يعني اداره الازمات تمام، واستغلال النجوميه. خد بالك انك ازاي تستغل نجوماتك بشكل، انتوا جبتوا كاس مصر الموسم، احنا جبنا كاس مصر الموسم ده من الاسماعيلي بالظبط، مع من الاسماعيلي كسبنا الاتحاد وكسبنا البلديه وكسبنا الاسماعيلي وخدنا بطوله الكاس، يمكن بعدها باسبوعين بالظبط بعد الخروج من او بعد خساره لقب الدوري العام. والحقيقه يمكن كان موجود معانا كابتن خطيب يمكن في الثلاث اسابيع دول على طول، حتى عملنا معسكر في اسكندريه كان برده متواجد معانا وكان دايما بيحفزنا بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان انا كان عندي يعني سبرين انكل جالي في الماتش تمام، انا بعد 3 ايام بالظبط يمكن هو قال لي بص احنا خسرنا دوري مش محتاجين نخسر كاس تاني. فلو قعد يفكرني بان هو في ماتش من الماتشات كان متعور ومكسور ونزل وتحمل عشان تتحمل على نفسك وان انت لعيب مهم في الفريق محتاجينك في ماتشات. فالحقيقه قلت له يا كابتن انا من بكره موجود في الملعب ان شاء الله، هربط وهحاول ان انا اكون موجود، والحمد لله لحقت الثلاث مرات من اولهم، سجلت في الاتحاد وسجلت في البلديه وبرده الحمد لله سجلت في الاسماعيلي وخدنا البطوله دي من فضل الله عز وجل. فهي دي هي دي الاستفاده اللي بتستفادها من النجم الكبير، انك ازاي بتشوفه هو بيقود الفريق في وقت الازمات، في وقت المكسب او وقت البطولات الكل نجم، ممكن تتصرف اي حد في الدنيا ممكن يقوم ويتصرف يعني بنجوميه عادي ما فيش مشكله، انما الفكره كلها انك وقت الازمه هتدير الموضوع ازاي. طيب على مستوى المهاجم بقى، يعني كابتن خطيب اصل لعيب عنده قدرات البلاي ميكر وعنده قدرات الاسترايكر الفيرود المهاجم الصريح، عنده كل القدرات في كره القدم في الجانب الهجومي بلا حدود وموهبه استثنائيه جدا. ايه الحاجات اللي كانت بتلفت نظر النجم احمد بلال قبل ما يكون لاعب محترف ونجم نجوم منتخب مصر او النادي الاهلي، كمشجع كواحد من المشاهدين كواحد من الجمهور، في طريقه احراز كابتن خطيب للاهداف، ايه اللي بيعجبك في اهدافه؟ بص انا الحاجات اللي بتعجبني جدا 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 الحقيقه في كابتن خطيب وبحبها في المهاجمين الكبار جدا، الهدوء جدا داخل ال 18 والفكر انك بتفكر بتشتغل بدماغك قبل ما بتشتغل بالكوره، ما يتسرعش في انهاء هجمه. يعني بص لو عدت لو عدنا الهدف لا مش اللي قبل ده، هتلاقيه في ال 18 بيوقف الكوره اللي قبل ده على طول، بيوقف الكره وبيحطها بالراحه. هنرجع تاني نشوف تمام. الاهداف اللي قبل ده اللقطات مره تانية. ازاي تستغل دماغك وتفكر وانت حتى في وسط الزحمه وفي وسط الربكه وفي وسط الحاجات الكتيره قوي. بص كابتن خطيب بيوقف الكره في وسط في السكس يارده، لمستين عدد طبيعي الكره قبل ما يخلص الجون. اي طبيعي اي لعيب في العالم كله هتيجي الكره هي بشماله مره واحده عشان يحط في الجون، عشان اللعيبه بص الكره جايه بالشمال بص على طول يعني هوب هياخدها بشماله، انما يوقف ويقعد يحطها على يمينه اعتقد دي يعني هذا الذكاء، هي دي المهاره، هي دي القدرات والامكانيات. هي بالظبط هي دي الامكانيات والقدرات، الامكانيات الكبيره اللي موجوده عند لعيب كبير. ازاي انا عارف مكاني واقف فين شايف الجول مفيش تسرع تمام، فبالتالي بقدر اسجل الهدف وانا مرتاح جدا، يعني انا عندي ثقه كبيره جدا في امكانياتي، ثقه وقدرات كبيره جدا في امكانياتي. دي حاجه خد بالك يا محمد ما بتبقاش موجوده عند فراوده كتير. انت لقطه زي كده هتلاقي عدل بيمين وشاط بشمال زي ما تيجي بقى، تيجي في الجول تيجي بره الجول تيجي في الجول، يعني على حسب تيجي في الحارس اسرع طريقه لانهاء الهجمه بالظبط. انما انك تفكر تقف على الكوره وتسندها وتحطها على يمينك وتبص على الجول وتشوف واقفين وتحطها في الزاويه الفاضيه، لا دي عايزه قدرات كبيره جدا. الهدوء كمان الكنترول على الكوره، ان الكوره حتى ما تبعدش. بص الكوره كمان دي، بص الكوره كمان دي، يعني بص الكوره وخد بالك من الذكاء كمان تبقى انت عارف انت فين وبتعمل ايه وبتشتغل ازاي. ياخد دي برضه مهنتي، يعني انا بلعب راس حربه، فعايز اقول لك ان الاهداف دي صعبه جدا جدا جدا. ممكن الناس تشوف ان الهدف ده سهل، لكن الاهداف دي صعبه جدا جدا، لان فكر المهاجم رقم واحد بيفكر في ألف حاجه، فكر في اللعيب اللي وراه، فكر في سرعه الكوره. يعني بص الكوره دي، بص الكوره دي الاستلام باليمين، خد بالك بص هيحط الكوره ازاي.
خلاص في زاويه مستحيل. الموضوع مستحيل حارس المرمى يعمل فيها حاجه. الموضوع منتهي خد بالك، الموضوع منتهي جدا. الكره طبعا الهدف ده من الاهداف اللي فيها الرائعه جدا، اللي فيها فكر عالي قوي قوي قوي، فيها رؤيه يعني جميله جدا. هدف من على خط المرمى. بص كره الزاويه كمان، اختيار الزاويه ودي كمان ما كانش حد هيفكر انه هيلعب الكره كده. طبعا طبعا الكل مستني كره عرضيه للي جاي يتقدم عشان يخلص. دي طبعا خد بالك، انت لما بتوصل لمعدل كبير جدا من الثقه تقدر تعمل في الكوره اي حاجه. يعني تقدر تعمل اي حاجه في كره القدم. يعني لما بتبقى عندك ثقه عاليه جدا والكوره بتطوعك على فكره. لما يبقى عندك ثقه وعندك مهاره وعندك امكانيات وعندك فكر تمام، بتقدر تعمل في الكوره اي حاجه. تقدر تحط الكوره من على خط المرمى زي ما انت شايف كده، تقدر توقف الكوره وتحطها بسهوله بيسر. يعني الكوره حاجه زي كده. يعني بص كابتن في وسط في قلب ال 18 هو بيفكر بيشتغل، هو بيشتغل بدماغه خد بالك اكتر منه اي حاجه تانية. يعني الكره زي كده، انا لو انا اللي بلعب الكره دي احطها عاليه. هو النهارده عنده فكر وعنده قدره ان الفينش بتاع الهجمه ان الكره تروح زي ما انت عايز بالظبط، ما تبعدش ما تقلقش. طبعا طبعا دي فيها موهبه، فيها الكنترول على الكره بنسبه قد ايه. بص هتلاقي معظم اهداف كابتن خطيب خد بالك بتغلب عليها الثقه والهدوء، الثقه العاليه جدا والمهاره. طبعا ده وضع طبيعي، يعني مش محتاجه كلام. يعني الهدف ده اغلبها في الجانب الفني اكتر من القوه بالزبط. اكتر من التسديده لا القويه. لا في اهداف في تسديدات قويه حتى مش اكتر. لا خد بالك حتى التسديده القويه فيها جزء كبير جدا من المهاره. حتى التسديده القويه بالظبط قوي ده لا صعبة. كمان طريقه استقبال الكره وطريقه تسديدها كمان. يعني انت برضو في واحد يعني الكره جايه له وهي قدامه اي حاجه فبيشوط تمام، انما في واحد الكره جايه له مستريحه حلو قوي، المسافه بعيده خلاص، هو بيركز ان هو يحطها بمهاره عاليه قوي. خد بالك مهاره الشوط برده مهاره عاليه جدا، يحطها بمهاره عاليه جدا عشان تروح في المكان المميز بالنسبه لي. انت جالك وقت كمان مع الخبره والنضج في الملعب سواء مع المنتخب او الاهلي، كان بقى معروف لو بلال استلم بيقدر ياخد المدافع في ظهره ويلف صاحب الكره ويخلص. فاكر المباراه الخماسي لما كان فريق بلال فريق حسام حسن، كابتن حسام بيزعق فريقه، قلت لكم بلال ما يلفش، لو لف بالمدافع هيجيبها جون، وزعق فريقه جامد جدا لما جبت جون. فاكر فاكر طبعا فاكر، قال لهم لا بلال لف بالمدافع خلاص جون. يعني دي كانت برضو الثقه والخبره اللي بتيجي مع الوقت. طبعا بص خد بالك هي قدرات الاول امكانيات يعني، وبعد كده الامكانيات دي لما بتطورها بتكتسب الثقه. ولما بتكتسب الثقه خلاص كل حاجه بالنسبه لك بتبقى متاحه انت كلاعب كوره. يعني خد بالك لان الهداف بيعتمد، خد بالك الهداف لما كانش عنده ثقه في امكانياته ثقه في نفسه اعتقد هتبقى الامور هتبقى صعبه عليه جدا. طب خلينا ناخد من النجاح الكبير الكابتن محمود الخطيب واللي احنا بنتكلم عنه على المستوى الادبي والفني وقدراته الفنيه ومشوار عطائه وخبرات كمان ونجوميه الكابتن بلال للنقد اللي كنا مزعلنا في الايام اللي فاتت، لانه دلوقتي وقت الالتفاف حول المنتخب ودعمه، ما فيش مجال لنقد، ما فيش مجال للاختلاف دلوقتي. البطوله خلاص بعد ساعات، ايام قليله جدا يعني. بعض الناس كتبت وقالت هجومنا متوقع يكون على المستوى المطلوب ولا لا، كوكا مروان محسن واحمد علي. تقول ايه للجماهير في الفتره دي؟ ندعم فريقنا ازاي؟ نثق في قدرات لاعبينا ازاي؟ وايه نصايحك لمثلث هجوم منتخب مصر في البطوله؟ شوف خلاص يمكن احنا يعني انتقدنا الفتره اللي فاتت كتير قوي بسبب الاختيارات، لان الحقيقه اختيارات غير مفهومه بالنسبه لك، غير مفهوم اختلاف كبير غير مفهومه بالنسبه لنا يا محمد، لان انت مش عارف المدير الفني بيشتغل ازاي. انا ممكن يكون انا الاختيار، انا ممكن اختار محمد وما اختارش احمد بلال عشان طريقه اللعب اللي انا هلعب بيها تتناسب مع محمد اكتر من احمد بلال، لكن انت للاسف احنا ما نعرفش انت بتلعب انهي طريقه. فبالتالي كان النقد من الحته دي، انا ليه ما اخترتش ايمن، ليه اخترت محمد، عشان خاطر احنا مش فاهمين مستر اجنبي بيفكر بانهي طريقه وهيلعب بانهي طريقه في بطوله افريقيا. ده كان النقد. ولكن خلاص انت اخترت قائمه فيها 23 لعيب هما اللي هيمثلوا منتخب مصر. المباراه الاولى خلاص يعني بعد اسبوع، خلاص الجمعه الجايه تقريبا، مفيش وقت انك تنقد خلاص. طيب ايه اللي مطلوب في الايام القليله اللي بتسبق البطوله؟ اسمح لي بس نتوقف قليلا قبل ما نسمع اجابتك ونسمع رؤيه وتحليل الكابتن شطه نجم نادي الاهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لاختيار الكابتن محمود الخطيب وتكليفه سفيرا للكره الافريقيه في نهائيات كاس الامم مصر 2019. كابتن شطه مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، ومعانا في الاستوديو كابتن احمد بلال. اهلا يا احمد، ازيك يا احمد بلال؟ ازيك يا كابتني؟
اخبارك ايه يا ابو كباتن؟ الله يخليك يا احمد. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن سعيد جدا ان انا التقي معاك في لقاء حيام. حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك. كابتن شطه، سعداء بمشاركه حضرتك معانا. حابب تقول ايه عن وجود اربع نجوم من النجوم المصريين في اختيارات فرانس فوتبول لافضل 30 لاعب في تاريخ الكره الافريقيه، وايضا تكريم الكابتن محمود الخطيب وتقدير مهاراته وقدراته وعطائه الكبير في عالم كره القدم، واختياره سفيرا للكره الافريقيه في نهائيات كاس الامم 2019؟ طبعا يعني بطوله زي دي في مصر باختيار الخطيب كسفير من السفراء الحياه اللي جايين حوالي 6 سفراء امباسادورز اختارهم الاتحاد الافريقي، والخطيب طبعا يعني قبل كده كرم قبل كده برضه في بعض البطولات، وده طبعا يوري انه في هذه البطوله يعني تكريم الخطيب ده تكريم يعني بياتي من خلال ادائه ومن خلال خبراته ومن خلال تسلسله في كره القدم وتواجده من لاعب ناشئ للاعب الى لاعب منتخب مصر الى عضو مجلس اداره الى يعني الى رئيس مجلس اداره، كل الحاجات دي كلها طبعا بتوري انه معايير اختيار السفير تنطبق عليه عشرات المرات، وبالتالي الحقيقه كنا نتوقع من بدري انه الاختيار ده يتم، ولكن الحقيقه يعني كونه انه الاتحاد الافريقي يعني ينشر هذا الحقيقه الاسماء اللي نشرت، طبعا في دروكبا موجود معاه وفي عبيدي بيلي ورابح ماجر وصامول ايتو جورج ويا صامول ايتو وصامول ايتو لها بصمات كبيره جدا، وهيشاركوا طبعا بصفتهم سفراء انهم يروحوا بقى يزوروا الحقيقه بعض المناطق اللي فيها مثلا الاس او اس سيفا والسولز، الحاجات اللي فيها الجمعيات الحقيقه اللي بتساند الحقيقه في بعض الامور الخاصه بالعمليات الانسانيه وكده، عمليات الاغاثه ودعم او اغاثه اللاجئين والقضايا الانسانيه طبعا موجوده. الحقيقه اهمها السي او اس اللي هي سيف اور سولز دي، اللي هي دايما لما نروح باي بطولات لازم نزور هذه الاماكن عشان يعني السفراء دول الناس عارفاهم وبعدين بيضيفوا للمكان اللي رايحينه. برضه حضرتك مهم جدا انك انت تكرم هؤلاء النجوم الكبار وتخليهم دايما موجودين في البطولات الكبيره، والخطيب طبعا يعني زي ما قلت لك المعايير مش بتنطبق عليه، بتنطبق عليه عشرات المرات يعني اكثر من نجوميه على رئاسه نادي على يعني حقيقه سنوات طويله جدا من الخبرات اللي موجوده، وده طبعا كنا نتوقعه من الاول يعني، بس برضه دايما الحقيقه ترشيحات بتيجي دايما من الاتحادات، وكون الاتحاد المصري يرشحه دي حاجه برضه مهمه جدا، انه برضه الاتحاد المصري يجب ان نقول انه هو من الذين اضافوا للترشيحات اللي موجوده ديت. وانا بهني الخطيب بهذا الموضوع، بس اتمنى انه يتواجد يعني اتمنى من الخطيب انه يتواجد مع السفراء انه يكون له حضور جيد على المستوى الدولي الخاص بالحضور الافريقي الرياضي والكروي في الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله، طبعا شيء مهم جدا يعني. كابتن شطة، وقت ما كنت حضرتك موجود في الاتحاد الافريقي كمدير فني للاتحاد، هل كان بيؤخذ رأي خبراء فنيين في الاتحاد في ترشيحات الهيئات الدولية اللي طبعا معتد برأيها الى ابعد مدى زي فرانس فوتبول والدوريات اللي كانت بتصدر لتكريم افضل الاسماء، ايضا الكابتن الخطيب ضمن يعني اسماء مرموقة جدا من نجوم الكرة في القارة السمراء وموجود ضمن افضل 30 اسم واساطير الكرة والافضل على الاطلاق في تاريخ الكرة الافريقية، هل كان في مباحثات بيجرى عملية استفتاء لآراء الخبراء الفنيين داخل الاتحاد الافريقي ولا لا؟ لا، اخيرا الاتحاد الافريقي اضاف للمعايير المحطوطه راي هؤلاء الخبراء والامباسادورز دول، اضاف الحقيقه اضفناها ما كانتش موجوده زمان، كنا بنعتمد الحقيقه على بعض الترشيحات من المدربين وترشيحات من اللجنه الفنيه للاتحاد الافريقي ومن اعضاء المكتب التنفيذي، لكن الان اضفنا اليها النجوم الكبار اللي موجودين في القاره يعني بعدد معين بنسبه معينه عشان برضه هم لهم راي الحقيقه ولهم الثقه الكبيره جدا في هذا الموضوع، واصبحت المعايير حقيقه تشمل هؤلاء النجوم الكبار ولهم اصوات يعني موجوده الحقيقه ما كانتش موجوده زمان. مشكوره جدا المشاركه معنا في الحوار كابتن شطه، نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الافريقي، وعشان بس ما يختلطش الامر على البعض، انا وانا بتناقش مع كابتن شطه والكابتن بلال كنت بتكلم عن الاسماء اللي هي موجوده ضمن افضل 30 اسم كلاعبين، اللاعبين الافضل على الاطلاق، افضل 30 لاعب في تاريخ القاره السمراء، عشان ما اخلطش بين اختيار السفراء وال 30 اسم دول، انا مش قادر احدد اذا كان الامرين مرتبطين ببعض ولا لا، يعني عشان كابتن شطه هنا كان بيثير موضوع مهم هو المهام الملقاه والتكريم الادبي المصحوب بمسؤوليه في هيئات وتجمعات دولية على الأسماء اللي بيتم اختيارها كسفراء للرياضة أو كرة القدم، ومنهم حاليا على المستوى الأفريقي الكابتن محمود الخطيب. تعليقك كابتن بلال على اللي قاله كابتن شطة؟ هو كابتن شطة طبعا يعني يمكن يعني قال حاجة مهمة جدا، قال إن كابتن خطيب مسيرة كبيرة جدا
من العطاء في كرة القدم يعني كلاعب كإداري مدير كرة في بالنادي الأهلي مدير للمنتخب المصري يمكن حاجة ممكن ما يكونش ذكرها كابتن شطة عضو مجلس إدارة بالنادي الأهلي أمين صندوق بالنادي الأهلي نائب رئيس مجلس إدارة في النادي الأهلي وأخيرا رئيس النادي الأهلي يعني ده سنين كبيرة جدا من العطاء طبعا سنين كتيرة جدا من التاريخ سنين كتيرة جدا من الإنجازات والبطولات أكيد يكون إن هو يكون موجود من ضمن أو سفير للكرة للبطولة الإفريقية هنا في مصر أعتقد دي حاجة يعني تجدر بالكابتن الخطيب يعني أو حاجة يمكن تليق به تليق ويستحق طبعا الكلام ده بكتير جدا لأن طبعا خد بالك أنت بتتكلم في الاسم الكبير يعني واحد من أفضل اللعيبة اللي جم في إفريقيا واحد من أفضل الناس واحد من الناس اللي حصلت على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية يعني هو كلاعب محلي بيلعب في الدوري المحلي ودي يعني لم تحدث يعني واعتقد خلاص يعني لن تحدث فيما بعد يعني تمام فانت بتتكلم على سنوات من الانجاز والعطاء كبير جدا فاكيد يستحق كابتن الخطيب يعني هذا التكريم طيب عايزين نرجع لكلامك عن المنتخب الوطني وانه مش وقت الاختلاف وان كان عندك بعض التحفظات في الفتره اللي فاتت قلت انا مع الاراء اللي كانت مختلفه مع جاري والجهاز الفني في اختياراته او مش مفهومه نوعا ما بالنسبه لكم لكن ننظر ازاي للفتره اللي جايه قبل البطوله بص الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا للمنتخب المصري خلاص انت بتتكلم فتره اعداد فترة استعداد للمنتخب من خلال المباريات الودية او دلوقتي 1-0 احرز نجم منتخب مصر والنادي الاهلي مروان محسن الهدف الاول لمنتخبنا في المباراة الودية اللي بدأت منذ قليل يعني ان شاء الله تكون مباراة جيدة بالنسبة للمنتخب تمحو اثار المباراة اللي فاتت مباراة تنزانيا عايز اقول لك محمد يمكن الناس بس محتاجة في الشارع ان يتحس ان منتخب مصر له شخصية طريقة واضحة معروفة يمكن العناصر ممكن نتفق او نختلف عليها ولكن في الاخر في الاول وفي الاخر العناصر 70% او 80% من العناصر كلنا عارفين من هيمثل المنتخب بشكل اساسي يعني ولكن محتاجين نشوف شخصيه المنتخب المصري حتى في المباريات الوديه الناس محتاجه كده فبالتالي احنا مش عايزين نتفاجئ داخل البطوله بشخصيه مختلفه تماما او بامكانيات مختلفه للامكانيات اللي احنا نتوقعها منتخب مصر هو الوصيف للبطوله الماضيه او بتجارب في صفوف الفريق خلال البطوله بالظبط بالظبط عايز المدير الفني والجهاز الفني يستقروا على كل شيء قبل ما البطوله كل حاجه تبقى مستقره انت مش هتجرب في البطوله انت عندك الكون وفرقه برضو ليست بالفريق الضعيف الضعيف برضو زيمبابوي مباراه بالظبط غينيا برضو ليست بالفريق الضعيف زيمبابوي يمكن هو الفريق الاقل شويه ولكن انت الكره الافريقيه الخريطه بتتقلب من وقت للتاني انت اللي احنا ليه بنقول منتخب مصر هو المفترض انه يكون على قائمه هذه يعني على قمه هذه البطوله او يحصد كاس البطوله لان خد بالك انت الوصيف الموسم البطوله اللي فاتت توصيف اللي كان البطوله اللي فاتت اتغلبت من الكاميرون 2-1 وكنت انت المتقدم على الكاميرون تمام وكان ممكن كنت قاب قوسين او ادنى انك تحصد على البطوله فبالتالي الطموح اللي جاي والرغبه اللي جايه بالنسبه لجمهورك على ملعبك بعد تغيير المدير الفني الفوز بالبطوله انت النهارده لما تصل للنهائي يبقى طبيعي جدا لما البطوله تبقى النهائي على ملعبك او تبقى البطوله تقام على ملعبك فبالتالي انت المفترض انك تكون الاقدر والاحق بالحصول على هذا اللقب يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عنه تيمومي كان بيقول بتوقع فنيا وعوامل الجماهير والاعلام والارض والخبرات الخاصه بمنتخب مصر وقدراته مع اداء المنتخب المغربي اللي تصاعد جدا في الاعوام الاخيره وجددوا الفريق ومعهم اداره فنيه او مدير فني الكل بيشهد له بالكفاءه هيرفي رينار بيتوقع ان النهائي او بيقول اتمنى هذا النهائي للبطوله بين مصر والمغرب بص النهائي اعتقد او خلينا نتكلم على قبل النهائي الاول يعني قبل النهائي انا اعتقد ممكن يكون مصر المغرب السنغال يعني اشوفها تونس او الجزائر يعني واحده من الاثنين ان لم يكن في تصادم في الادوار في دور الثمانيه ما بين الفرق وبعضها يعني لان انا مش معايا الجدول هيكون في فرقتين او ثلاثه عربيين في قبل النهائي انا اتوقع يعني لان الفرق العربيه اصبحت مستعده بشكل كبير جدا زي ما انت قلت محمد المغرب فرقه من الفرق اللي جددت عملت فريق تاني مختلف تماما عندهم امكانيات كبيره جدا فريق عندها ثقه كبيره جدا في نفسها اللعيبه عنده مدير فني عنده امكانيات وخبرات في الكره الافريقيه بشكل كبير ده المغرب انت النهارده كمصر البطوله على ملعبك تمتلك ثقه جيده نفس اللعيبه اللي كانوا موجودين معاك في كاس العالم الاعمار السنيه اعمار سنيه متوسطه تتكلم برضو من حوالي 24 لحوالي 30 سنه فبتتكلم في منتخب يعني
عنده امكانيات بدنيه جيده يعني، وعنده امكانيات ايضا فنيه جيده. عندك لاعب من افضل 3 4 لعيبه في العالم دلوقتي في الموجود، محمد صلاح. تريزيجيه من افضل اللعيبه برضو موجوده في مكانه، يمكن واخد افضل لعيب في مكانه يمكن في الدوري التركي. ابرز نجمين هيشاركوا في البطوله على الاطلاق بحكم هذا الموسم انهم اختتموه بالفوز بالتشامبيونز ليج. صلاح مع منتخب مصر وماني مع السنغال، وساديو ماني طبعا والسنغال. السنغال فرقه كبيره جدا، من الفرق الثقيله قوي، ويمكن احنا هنتفرج على منتخب ممكن نفاجئ بيه في البطوله دي. فريق المنتخب السنغالي امكانيات كبيره جدا، سرعه، قوه، مهاره، لياقه بدنيه عاليه جدا. على فكره طول عمرهم كده، هم طول عمرهم كده، بس تطوروا قوي البطوله اللي فاتت قوي، تطوروا بشكل كبير جدا. كرتهم اصبحت كمان كره جماليه، يعني مش الكره الافريقيه المعتادين عليها، القوه والسرعه والضرب، لا، المهارات الفرديه عليت بشكل كبير جدا جدا. وساديو ماني واحد برضو من اللعيبه اللي هينافس مع صلاح على افضل لاعب في القاره الافريقيه يمكن الموسم الحالي. فعايز اقول لك انا بتوقع 3 فرق عربيه مع السنغال. يعني لو قلنا مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السنغال، هل احنا بنقول كده اقوى 6 اسماء في البطوله، ولا في اسماء تانية ممكن تدخل في الحسابات؟ في نيجيريا، لسه اقول لك، في نيجيريا. نيجيريا برضو من الفرق التقيلة جدا، كرة سريعة جدا، فرقة منظمة بشكل كبير جدا. صعودهم لكأس العالم كان صعود برضو جيد، يعني فرقة برضو محترمة من الفرق الجيدة اللي بتأدي كرة كويسة جدا على المستوى الإفريقي. يعني الكرة تطورت في أفريقيا بشكل كبير، نتمنى أن احنا نواكب هذا التطور. في أي فرق تانية تعتقد من متابعتك لخريطة الكرة في أفريقيا في الفترة اللي فاتت ممكن يزاحموا الأسماء اللي أشرنا إليها دي، ولا صعب في البطولة؟ في البطوله دي ما اعتقدش ان هيبقى في اسماء كبيره تانية يعني ممكن تزاحم هذه الاسماء، يعني ان لم يحدث يعني بالظبط. لو كان في حصان اسود للبطوله من بدايتها، يعني انا ما اعرف، يعني الكاميرون مثلا فرق هي حق، والكاميرون اصلا هي اسم له تاريخ، هل البطوله دي هل تغيرت الاسماء؟ يمكن انا سمعت ان في تجديد في منتخب الكاميرون، في تجديد في منتخب الكاميرون، بس اسمه مؤشراته مش زي السنغال في الفتره زي السنغال والمغرب. يعني برضو كمان المباريات الوديه مش مؤثره بشكل كبير، ولكن برضو خد بالك الكاميرون في الكان اللي فاتت يعني محدش كان يتوقع ان هي تصل النهائي، ومحدش كان يتوقع ان هي تاخد البطوله من مصر كمان ففي فرق بتلاقيهم فجاه. بالظبط بالظبط. كمان يا بلال من شويه قلت احنا كنا في النهائي، يبقى متوقع ناخد البطوله الجايه اللي هي على ارضنا ان شاء الله، وبالتالي بحكم فوز الكاميرون بالبطوله الاخيره متوقع انها تنافس في البطوله. اكيد المنطق بيقول كده، المنطق والعقل بيقول كده. لكن خد بالك الكره في افريقيا مختلفه تماما، انت ممكن تلاقي يعني فرقه موسمين ثلاثه مكسره الدنيا، بعد كده ما تلاقيش خالص. وده اللي بيحصل خد بالك مع كل الفرق الافريقيه، كاميرون، نيجيريا، السنغال، النهارده فين كوت ديفوار؟ مش موجوده في المنافسات. فرقه عندها امكانيات بس مش موجوده على الساحه في الوقت الحالي. المنتخب الايفواري كتير عن جيل دروجبا جدا، ويايا توريه والمجموعه بالظبط بشكل كبير، يعني 2006 و2008 مش موجود. غانا 2010 وغانا فريق كان كبير جدا، غانا النهارده مش موجوده على حتى كمان مش من المصنفين ان هم مثلا يعني يصلوا. لسه بتعيش مرحله تجديد الفريق دلوقتي بالزبط. بعد ما كان متوسط اعماره كبر وفي نجوم خلاص لابد من عمليه احلال وتجديد خاصه بيه. اكيد تمام. فالنهارده انت غانا مش موجوده على الساحه النهارده، فبالتالي في فرق المستوى تراجع وفي فرق المستوى تقدم. يعني انا برشح النهارده مثلا زي ما احنا اتكلمنا، برشح المغرب ومصر في النهائي، وممكن يكون نهائي قوي بشكل كبير لو جدا. ما كانتش لو ما تقابلوش بالظبط، التصفيات ما وصلتهمش مع بعض، او يعني مشوار البطوله ما وصلهمش المواجهه قبل الفاينل. بالظبط بالظبط بالظبط. هل ده من وجهه نظرك ممكن يبقى اعلى فاينل فنيا للبطوله؟ شايف كده. شايف ان مصر بالجمهور والارض وامكانيات اللعيبه طبعا، والمغرب بكل القدرات والامكانيات اللي موجوده كلعيبه، اعتقد ده ممكن يكون فاينل يمكن من افضل الفريقين. لو اخترت فريقين بس بخلاف مصر والمغرب يكونوا هم الاقرب للمنافسه معهم على اللقب، يعني باجمالي 4 منتخبات، ممكن اشوف السنغال وتونس او الجزائر. السنغال وتونس او الجزائر بالنسبه لك فرصهم زي بعض؟ فرصهم زي بعض، لكن السنغال الطرف الثالث اللي السنغال اعتقد اقرب واحد لمصر والمغرب. بالظبط. طيب نتمنى ان احنا ان شاء الله البطوله تخرج بشكل لائق تنظيميا واداريا وفنيا، وان المستوى طبعا البطوله بشكل عام يبقى بيسعد جماهيرنا، والحضور الجماهيري يبقى على المستوى المطلوب واكثر ان شاء الله. وكمان اداء منتخبنا الوطني هيدي جمال للبطوله لو كان حسب التوقعات وكان على قدر تطلعات الجمهور اللي طبعا بيتمنى شكل اكثر من رائع فنيا وينعكس على النتائج لمنتخبنا الوطني في مشواره في البطوله. خلينا نتكلم شويه عن ايضا الفتره اللي جايه. الدوري ما بين استكماله بعد كاس الامم والمشكلات اللي حصلت في الفتره الاخيره وموقف النادي الاهلي اللي اعلن عنه واحتياج النادي الاهلي الى رؤيه واضحه عشان مواعيد القيد والاختيارات الخاصه بالاتحاد الافريقي والبطولات الافريقيه، وكمان عشان سيناريو الاستعدادات والصفقات الجديده ودعم الفريق واستعداده ومعسكره للموسم الجديد. شايف ازاي كل التفاصيل؟
شايف ان اتحاد كره القدم المصري يمكن وضع نفسه في ازمه كبيره جدا مع الانديه الفتره اللي فاتت. ما ينفعش يبقى انا النهارده عندي دوري، يعني لازم اكون حاطط البدائل دايما. يعني النهارده عندي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا وعندي الزمالك بيلعب في بطوله افريقيا، ما فيش حاجه اسمها ايه انا مش هتوقع ان الزمالك يصل او الاهلي لا او الاهلي ما يصلش، فبالتالي انا عندي هتبقى عندي مؤجلات هتتلعب، لان هو التوقعات ان الزمالك ما كانش هيوصل للدور النهائي. خلينا نتكلم كلام يعني واضح، يعني توقعات الاتحاد المصري ان الزمالك ما كانش هيوصل للدور النهائي، كان في فتره من فترات البطوله متعثر بالزبط. جدا ونتائج دوري في دوري بالظبط في دوري المجموعات كان متعثر جدا وخلاص، والامل الامال كانت بسيطه جدا وضعيفه لوصول الزمالك للنهائي، فبالتالي هم حكموا ان البطوله هتنتهي قبل البطوله الافريقيه لان الزمالك لن يصل للدور النهائي، فبالتالي لن يؤجل الزمالك اي مباريات. ده سوء تخطيط، ده في حد ذاته سوء تخطيط، لان خلاص ما ينفعش انا النهارده كاتحاد كوره ما يبقاش عندي بلان بي، يعني بلان بي لازم تبقى موجوده احطها النهارده. الزمالك هيصل هيصطف في حاله وصوله يبقى 1 2 3 4. لا، وحسب كلامك ده استمر لاخر يوم مع مشوار الزمالك في الكونفدراليه، كان الاتحاد بيستنى كل مرحله بيتخطاها فريق الزمالك عشان على اساسها يشوف هيقدر يعمل تعديل شكله ايه بالنسبه لجدول الدوري، وكانت التصريحات الرسميه للمسؤولين في الاتحاد او في لجنه المسابقات في حاله استمرار الزمالك في البطوله كذا، في حاله وصوله للفاينل كذا، عدم استمراره كذا، يعني كان بالقطعه ترتيب الاتحاد المصري للبطوله. طب هل يجوز ان انت مثلا بتحط الجدول بتاعك بناء على احتماليات؟ يعني احتماليات موجوده وكل حاجه، ولكن يبقى الجدول موضوع، يعني الزمالك يصل يبقى هيلعب مبارياته في 3-6 4-6 6-6، ده المفروض يبقى جدول محطوط ومبعوث لكل الانديه. الزمالك ما صعدش يبقى خلاص يبقى المباراه هتبقى 1-2. هو هنا الزمالك مش طرف، احنا الزمالك مش طرف خالص على الاطلاق، يعني نقول له مبروك ونكمل وتغلب على المشكلات الفنيه اللي واجهته في البطوله، فاز بالبطوله، رصيد جديد مبروك طبعا للبطولات المصريه، مبروك لنادي الزمالك طبعا، رصيد او اسم ولقب يضاف للكره المصريه. احنا مش هو هنا مش طرف في المشكله، المشكله هنا عند الاتحاد في ترتيباته بالظبط، المنسق لاتحاد كره القدم المصري. فبالتالي انا ما بعتش، يعني انا سبت الاهلي يلعب كل ماتشاته تمام، في فرقه خلصت الدوري بقى لها ماتش وانت عندك الزمالك لسه له 6 ماتشات، انت الطبيعي جدا في اخر 3 ماتشات ان كل المباريات بتتلعب في نفس التوقيت عشان الفير بلاي، عشان ما يبقاش في فرصه عند حد للتلاعب في النتائج او التاثير في ده هينزل. طب هسيب له نقطه، خد بالك العالم كله سواء القمه او القاع، القمه او القاع، انا بتكلم في العموم، يعني انت النهارده الفير بلاي ده للي بينافس على البطوله او حتى للي بينزل، ده وضع طبيعي انك اخر 3 مباريات في كل العالم حتى تونس لعبت المباريات في رمضان عشان حته الفير بلاي، ان الناس لازم يبقى فيه كده، يبقى اللعب النظيف. بس هو قيل المعلومات اللي موجوده عندنا، ويعني صح لنا لو كنت متاكد ان عندك معلومه بديله، انه في بعض الدوريات مكمله بعد كاس الامم، ده تتفق عليه في بعض الدوريات العربيه، وزملائنا في الاعدادي اكدوا لنا المعلومه دي ان ده كان خبر موجود معانا، ان اتفق على استكمال الدوري بمباراتين او ثلاثه. عند مين؟ احنا كان عندنا خبر قبل كده بيقول ان الدوري التونسي، ولا اتذكر الدوري ايه المغربي كمان، ولا المغرب انهى خلاص، خلص البطوله فعلا، لسه لم ينتهي الدوري التونسي، لسه طيب زملائنا في كنترول بيقولوا طيب ما انتهاش، يعني هل استقروا على انهاء الدوري قبل الكاس الامم ولا لا؟ ده اللي عايزين فريق العمل يؤكده لنا دلوقتي. حتى لو لم ينتهي، انا بتكلم على الفير بلاي، حتى لو ما انتهيش، ما انت ممكن الدوري المصري ما ينتهيش برضه اوريدي، خلاص مش هينتهي، انا مش بتكلم في كده، انهم مكملين في تونس من غير الدوليين، خلاص بيكملوا طيب البطوله من غير الدوليين خلاص، وده كان سيناريو ممكن. طيب يبقى انت النهارده عندك برضه بتتكلم في حته ان انت ايه، يعني بتتكلم برضه على حته، انا بكلمك على اللعب النظيف، على حته الفير بلاي، فير بلاي، فرص كل الفرق، فرص كل الفرق بالظبط، ما يبقاش انا عندي ماتش وانت عندك 5، يعني دي مش موجوده، ما بتبقاش موجوده خالص، يعني احنا بنتكلم في ان اخر 3 ماتشات حتى لو بعد البطوله، يعني مش يعني نفترض هنستكمل وقرار استكمال البطوله، استكمال الدوري فيما بعد البطوله، يبقى اذا ترحل كل اخر، ترحل ال3 ماتشات الاخيره لكل الفرق لما بعد بطوله افريقيا، وبالتالي تتساوى فرص كل الفرق. انما النهارده في فرقه خلصت بعد بطولة افريقيا، طب ما هو اللعيبه هتمشي، في لعيبه هتمشي ومدربين هيمشوا، ده في ناس حاليا في فرق قالت لاتحاد الكوره في خطابات قمنا باستعراضها في حلقات سابقه، يا جماعه احنا عندنا لعيبه اعراض بتنتهي خلصت مع بدايه شهر 6. طب ما انت عندك رمضان صبحي هيمشي، سوري اسف، يعني خلاص دي مشكله بتواجه الفريق، اعارته خلصت، انت مش هتستفيد بيه في لقاء القمه اللي جاي، يبقى انت خسرت واحد من العناصر او الركائز الاساسيه بالنسبه لك كنادي اهلي صح، وده اكتر من جواب راح لاتحاد الكوره من عدد من الفرق بالمعنى. طيب انت في مدربين ممكن يمشوا، فبالتالي انت المنافس لما يجي يلعب بعد بطوله افريقيا يلعب مع فرق هي سواء اذا كانت ضمنت البقاء في الدوري او نزلت او خلاص نزلت او هبطت،
فبالتالي هو مش هيلعب، ما عندوش حاجه يلعب عليه، ما عندوش حاجه يبكي عليها، ممكن يلعب بالناشئين. طبيعي جدا يلعب بالناشئين. ليه؟ هو هيعتبر ان الفتره اللي جايه فيما بعد افريقيا هي فتره استعداد للموسم الجديد، فبالتالي لن يجازف بكل اللعيبه اللي موجوده عنده. وكمان فكره مواعيد تم اعلانها بتتعارض مع استكمال الدوري المصري بعد البطوله، لما الاتحاد الافريقي قال خلاص في مواعيد وجدول معلن لقيد اللاعبين افريقيا، ونحدد مين بطل الدوري عشان أفريقين. البطوله اللي هيشارك فيها ومين أو اتاجلت اتاجلت ماشي، يعني الاتحاد الافريقي اجل، لكن هيشارك في ابطال الدوري والكونفدراليه. انا كنادي انا بدفع فلوس ليه؟ عشان استفيد بيها، عشان اللعيبه، عشان البطولات، عشان البراند، عشان الفاليو بتاع النادي، مظبوط؟ عشان البطولات في الاول وفي الاخر. صحيح. طب انا النهارده لما تدخلني في حته تانية مختلفه، انا النهارده مثلا نفترض الاهلي عايز يمشي مستر لسارتي، هيمشي امتى؟ قبل بدايه، يعني بعد نهايه بطوله الدوري، ولا قبل نهايه بدايه بطوله افريقيا، ولا عند انتهاء، ولا في الوقت الحالي؟ طب يعني انت عايز تمشي مدير فني وتجيب واحد جديد، هتمشي امتى؟ هيحكم على اللعيبه دي امتى؟ معسكر اعداد عايز تجهز فريقك للموسم الجديد، امتى هينتهي الموسم الجديد؟ دي النقطه الثانيه. هجيب مين الموسم الجديد؟ همشي مين من الموسم الحالي؟ اللعيبه اللي همشيها قبل ما العب اهم مرتين عندي في الموسم، ولا بعد ما العب اهم مرتين عندي في الموسم؟ طب لو هتستبقى على اللعيبه دي لبعد المرتين اللي جايين، سواء كان مباراه المقاولين والزمالك، طب اللعيب ده هيمشي يروح فين؟ اذا كانت ممكن تكون فرق كتيره جدا خلاص استعدت وقفلت. بالنسبه لي حل لسه متاح من وجهه نظرك، ولا خلاص الوقت عدى لان احنا داخلين على انت خلاص انتهى هيروح للبطوله، فاصبح امر واقع ان الدوري كده خلاص. انت بالنسبه لك خلاص، انت بالنسبه لك امر واقع. انت البطوله بعد اسبوع، هتعمل زي تونس؟ هتقدر تعمل زي تونس تلعب بدون الدوليين؟ وهل الانديه هتوافق انك تلعب بدون الدوليين؟ على فكرة ده كان مقترح من النادي الأهلي في المرحلة الأخيرة من الاقتراحات اللي وجهها لاتحاد الكرة استكمال البطولة بالنسبة للأهلي والزمالك من غير الدوليين. قال أنا والمنافس على اللقب، أو إحنا الفريقين الأقرب للمنافسة، الأهلي والزمالك عندنا نفس العدد من اللاعبين الدوليين ومش هنستفيد بيهم، سواء أربعة وأربعة، أربعة لعيبة وأربعة لعيبة، تمام، ونقدر نكمل من غير وده كان حل منطقي جدا يعني. طب رد الاتحاد؟ رفض المقترح ده في الوقت. ليه؟ لا اساله مش عندي سبب ليه، هو عندنا الخبر انه رفض المقترح ده، بس يعني الموضوع صعب، يعني احنا محتاجين نغير من طريقه ترتيبنا للامور في الفتره. شوف الدوريات، انجلترا الفرق في انجلترا بتلعب كام بطوله؟ الدوري وكاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه وبطوله تشامبيونز ليج، والمباريات الوديه اللي اصبحت مباريات رسميه مع المنتخبات في الوقت الحالي. اذا الدوري الانجليزي ما بيريحوش خالص، فما فيش حاجه اسمها بقى اللعيبه مجهده واللعيبه تعبانه ومش هنضم مش هنقفل، يعني شوف طول الموسم بالنسبه للفريقين وصلوا الفاينل تشامبيونز ليج بعد مشوارهم في البريمير ليج زي ليفربول وتوتنهام. طيب شوف حجم وطول الموسم ده كان بالنسبه لهم قد ايه، كام مباراه واستمرت لكام شهر، ومع ذلك انتهى الموسم ده كله اطول موسم على الاطلاق لاي فريق في العالم. لكن الدوري المصري استمر، والدوري عادي بينتهي في ميعاده ومفيش مشكله ومفيش اي اعتراضات مفيش اي حاجه، لكن انت دوري بالنسبه لك عدد مباريات كبير جدا، كام فريق في الدوري الانجليزي وعدد المباريات؟ لا اثنين كاس، هناك اثنين كاس ودوري وبطوله، اذا كان اليورو الفرقه اللي بتلعب في اليوروبا ليج او الفرقه اللي بتلعب في الشامبيونز ليج، حجم المنافسات كام بطوله، وبطوله اوروبا دلوقتي اللي ما اصبحتش بطوله وديه بالنسبه للفرق الاوروبيه المنتخبات، اصبحت بطوله رسميه تقريبا يعني. فالنهارده عندك كم من المباريات غير طبيعيه، النهارده السيتي والفرق التوب 6 هناك في الدوري الانجليزي ما بيريحوش تقريبا، يعني سبت بتلعب سبت وثلاث او حد واربع او حد وخميس، على طول بتلعب في الاسبوع ماتشين. نتمنى يعني اراء كتيره بتقول بس نتمنى ان التجربه تبقى نستفيد منها، ان الاخطاء اللي حصلت الموسم ده نقدر اولا نشوف ازاي هتتحل الازمه دي، الكل طبعا تركيزه كلنا هنلتف حول كاس الامم، وتركيزنا هيبقى دعمنا لمنتخبنا الوطني ان شاء الله، ويتالق خلال هذه البطوله وينافس على لقب البطوله ويصل للفوز بيها ان شاء الله من خلال المباراه النهائيه. لكن تبقى فكره ازاي سينهى هذا الموسم بالشكل اللي ينطبق مع معايير ولوائح وضوابط الاتحاد الافريقي، ويدي فرص عادله للانديه للاستعداد كما ينبغي ان شاء الله. نتمنى وده ما يتكررش طبعا في المواسم اللي جايه، نستفيد بقى من اخطائنا باذن الله. كابتن بلال، على مستوى النادي الاهلي استعداداته، شايف ازاي استعدادات الفريق؟ كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن امير توفيق بيستعدوا للسفر يوم الثلاثاء لاسبانيا، رؤيه مبدئيه للمعسكر، فنادق الاقامه، ملاعب التدريب، اهميه ده من وجهه نظرك المعسكر الخارجي. بص المعسكر الخارجي ده في كتير من الاوقات بيبقى مفيد جدا بالنسبه للعيبه، لانه بيخرجك من جو التوتر اللي انت بتعيش فيه في مصر. السبوت الاعلامي، مين رايح مين جاي، مين هيقعد، المدير الفني، اللعيبه، الحمل التدريبي، يعني انت عارف دايما في وقت من الاوقات خاصه بعد الراحه
تبقى محتاج انك تخرج بره، تبقى كل تركيزك منصب في التدريبات فقط لا غير. انت جوه جوه مصر هنا مع كمان خد بالك مع اجواء الحر ما بتقدرش تدي جرعه التدريب كفايه. يعني هنا برضو انت برضو الجو هنا في شهر 7 او في شهر 8 الجو بيبقى حر شويه زياده يعني. فانت بتخرج بره عشان برضو الاجواء تبقى بالنسبه لك افضل. في اوروبا طبعا الجو يعني في هذا التوقيت اقل بكتير جدا من هنا من مصر، فبالتالي معدل انك او الجرعه التدريبيه بالنسبه لك هتبقى افيد بكتير جدا. ممكن تتمرن مرتين في اليوم، ممكن ثلاث مرات في اليوم، فبالتالي هتعمل فتره اعداد جيده جدا. ودي اللي افتقدها النادي الاهلي بقى يمكن حوالي 3 أو 4 سنين. يعني احنا بقى لنا تقريبا 3 أو 4 سنين مفتقدين حته ان انت بتخرج بره، بتعمل معسكر، بتهيئ اللعيبه، بتخرج اللعيبه بره الاجواء الشحنات الكبيرة، التوتر الشديد. إيه ذكرياتك عن المعسكرات الخارجية اللي شاركت فيها مع الفريق الأول في نادي أهلي معنويا ونفسيا وبدنيا؟ كنت بترجع أحسن مما سافرته في إيه؟ كل حاجة. تغيير الجو مهم جدا، الجرعة التدريبية اللي بتاخدها مهمة جدا جدا جدا، المباريات الودية اللي بتلعبها هناك اللي بتديك الثقة، مباراة دايما بتبقى مباراة تدريجية مع الفرق بتاعت أوروبا. جو المعسكر نفسه، انك انت قافل بتعمل معسكر فقط لغير، كل تركيزك هو كرة القدم، انك تاكل وتشرب وتنام وتتمرن بس، ما بتلاقيهوش غير في المعسكرات الخارجية. صعب جدا تلاقيه في معسكر داخلي، حتى لو عملت معسكر داخلي في مصر في اي مكان بتبقى برضو الامور صعبه. السبوت برضو بيبقى عليك شديد، ومتابع الاخبار بالظبط على طول بشكل كبير، بشكل كبير بشكل كبير. خد بالك فكره انك تخرج اصلا بتخرجك ذهنيا من الاجواء اللي موجوده هناك، وجودك في مجتمع مش متابعك قوي، مش مركز معاك. يعني انت لما بتمشي هناك في الاوتيل لما بتمشي في الاوتيل هناك مفيش حد يعرفك تمام، مش زي بقى هنا بالظبط. فبالتالي انت اصلا وانت قاعد هنا في الفندق، قاعد في الملعب، فكل الناس عارفاك، فكل الناس بتسال، فكل الناس بتتكلم، فكل الناس بتشحنك. الحاجات دي مش موجوده بره، فبالتالي انت بترجع اهدى بكتير جدا. الفضول الاعلامي والجماهيري خلاص بيبقى مش بيقل، مش موجود، مش موجود. اه بالظبط. طيب على مستوى اللوجيستكس بقى، الامكانات الفنيه، قاعات اللياقه البدنيه، صالات الجيم، ملاعب التدريب، التاهيل البدني للفريق، عمليه الاستشفاء وتخفيف الاحمال ورفع الاحمال مره تانية، او الشكل اللي هو بيحصل فيما يتعلق باللود البدني بين موسمين، ده بيبقى افضل في ايه في اوروبا؟ خد بالك، بص الجو هناك طبيعته بتخليك تقدر تعمل جرعه تدريبيه زياده تمام، انك انت ما يعني قوه التحمل بتاعتك بتبقى اعلى اعلى بكتير. ما عندكش مشكله الحر، ما عندكش مشكله الحر، فبالتالي العرق الكتير، المجهود الزياده، الاملاح اللي بتخرج منك، الحاجات دي كلها مش موجوده. فبتقدر تعمل جرعه تدريبيه عاليه جدا، ممكن التدريب يستمر لمده ساعتين على فترتين. هناك كمان خد بالك حته الاماكن المجهزه للريكفري، الاستشفاء السريع، يعني افضل بكتير جدا من حاجات موجوده هنا. انت دايما التطور في اوروبا، عشان ما نضحكش على نفسنا ونقول ان هنا برضو في هنا حاجات، لكن مش زي برضو هناك. ان هناك مثلا لعيب ممكن يجي له سبرين انكل ينزل بعدها بيومين ثلاثه الملعب، ان هنا لازم تقعد لك 3 أسابيع عشان مريح كده وهادي وكده وخفيف يعني. فهناك حته الاستشفاء دي برضو مهمه جدا. خد بالك يعني انا قلما يعني عشت معسكرات مع النادي الاهلي كتير الحمد لله، قلما لما شفت واحد بيتعور في معسكر، قلما يعني قول ما شاء الله، بس عشان ما حدش يتعور في المعسكر الجاي. انا بقول قلما ان شاء الله، يعني دايما بتقول الظروف ما شاء الله، بتقول الظروف ان شاء الله. انه افضل هناك، افضل علميا واكاديميا طبعًا يعني ناحيه جاهزيه ملاعب التدريب، حجم الماتشات كمان يا محمد، حجم الماتشات الوديه وتدريجها مش هتلاقيه هنا في الوقت الحالي. انت كل الفرق هنا في مصر خد بالك يا اما سابقاك يا اما متاخره عنك، فبالتالي مش هتقدر تعمل ماتشات وديه تحضيريه تقدر من خلالها انك تؤهل نفسك للموسم الجديد. هناك الناس بتشتغل من بدري، الناس هناك هتلاقيهم شغالين لان الدوري هناك بيبتدي في اول 8. ذكرياتك عن افضل معسكرات، انت عملت معسكرات كتير مع الفريق خارج مصر اكتر من موسم، ومع عدد من المدربين او خبرات اجنبيه مختلفه ما بين المانيا والبرتغال، يعني عدد من المدربين. انا عملنا فتره في معسكر تدريب، يعني افضل معسكر انا عشته مع النادي الاهلي كان الحقيقه في المانيا مع مستر تسوبل، وده كان معسكر حقيقه قعدنا فيه يمكن 3 أسابيع، كان مده كبيره جدا. انا كنت رايح الحقيقه زياده 5 كيلو طالع زياده 5 كيلو معسكر كنت مريح شويتين رجعت يعني لان كان عندكم اجازه بعد اجازه، كان عندنا اجازه، كان عندنا اجازه بتاعت 3 أسابيع بالظبط. فرجعت رجعت بعد المعسكر على كهوبدرك، ده كان اول معسكر ليا مع الفريق الاول كمان، يعني ده لا ينسى على الاطلاق. لا وزياده يعني في وزنك 5 كيلو من مدرب الماني، الموضوع هيتعرف. ما كانش لسه راح هو هناك، ما كانش لسه رتوبر كان سافر، كابتن الله يرحمه كابتن احمد ماهر وكابتن ماهر همام كانوا هم اللي ماسكين الفرقه هناك، وجالنا كابتن بطل الله يرحمه، وجالنا مستر تسوبل على المعسكر هناك في المانيا.
الحقيقه كمعسكر نموذج من كل حاجه، تدريب، الاكل. انا رجعت خاسس بقى عن وزن الطبيعي 4 كيلو، حاسس بفتنس رهيبه. 4 كيلو عن وزن الطبيعي، يعني انت متخيل؟ يعني راح زياده يعني اوفر، نزلت من بدايه المعسكر لنهايته 9 كيلو. يعني كنت في احسن حالاتك الفنيه، يعني البدنية. يعني حاجه حاجه غير طبيعيه، لياقه بدنيه عاليه جدا. ماتشات كنا عايز اقول لك على حاجه، عشان برضو الجو وعاول الجو، كنا بنلعب مبارتين في اليوم، مباراه الساعه 3 مباراه الساعه 8. تمام، ده كان فكرته ايه؟ انه نوع من اللود البدني على الفريق، تحمل يعني. بالظبط، نوع من التحمل يعني، فاهم قصدي؟ انك بتلعب ماتشين، مش يعني طبعا ما بتلعبش الماتشين كلهم يعني، بس بتلعب مثلا ممكن تلعب شوط فترات من المباراه، بالظبط، تلعب فتره ثانيه عشان تقدر تكمل يعني، تقدر تتواصل، نوع من النوع يعني الحمل البدني العالي. احيانا احيانا كنا في وقت من الاوقات بنتمرن الصبح ونلعب مباراه بعد العصر، ده نوع برده من انواع الحمل البدني. انت بتشتغل بدني كتير جدا، شال سرعات كتيره جدا، ريكفري. كنا دايما يعني كل 3 4 ايام مثلا تخش نعمل استشفاء، الماء والثلج والحاجات اللي زي كده. انا فاكر انه كان بيتكتب ايامها دايما في الاهرام الرياضي في اخبار الرياضه ان معسكرات المانيا بيبقى فيه اشاده كبيره جدا جدا، وردود افعال جداً. والمراسل اللي بيطلع زملائنا الصحفيين كانوا بيعملوا حوارات معاكم خلال وجودكم في المعسكر ده، ولو مش بنسبه كبيره زي وجودكم في مصر، لكن كانوا بتبقى ردود افعالكم انكم مبسوطين جدا بالمعسكر. خد بالك جدا، وانت كمان المعسكرات اللي بره بتبقى معزوله شويه عن عن البلد. يعني بتبقى في مكان هو مخصص فقط للمعسكرات، فبالتالي انت كل الفكر اللي موجود عندك انك راح تتمرن وتعمل فتره اعداد جيده. انا فاكر مره في المانيا كنت في ملعب تدريب وفندق اقامه في منطقه كلها غابات محيطه. بالظبط بالظبط، في وقت في سنه من السنوات كنا في المانيا في ملعب، يعني انت في الفندق بس كده، وحواليك عن المدينه. بالظبط، وحواليك ما فيش حاجه خالص خالص. يعني كنا في، انا عايز اقول الملعب كنا جنب استاد شالكا، يعني انا فاكر ان احنا عملنا معسكر جنب استاد شالكا. مش فاكر، انا مش فاكر استاد شالكا، انا فاكر كان في حاجه في دوسلدورف المانيا. ما هي هو هناك يا قريب. بالظبط بالظبط، ده كان في اشاده كبيره جدا قريبه من الحته دي. الفندق الواحد موجود حواليك 4-5 ملاعب، استاد شالكا موجود، انت اقرب حاجه بالنسبه لك المدينه تلت ساعه عشان تروح. فبالتالي انت قاعد كل تركيزك فقط انك تتدرب، كل تركيزك انك تعمل تمرينات، كل تركيزك ان انت مركز على انك تحقق او تعمل معسكر استعداد جيد لموسم طويل. اهم حاجه بالنسبه لعيب الكوره هو المعسكر الاعداد، المعسكر اللي بيعمله ما قبل بدايه الموسم، ده اهم حاجه بالنسبه لعيب الكوره. الحمل البدني وبعالي لازم يستفيد منه بشكل كبير جدا، اللي بيفوته معسكر الاعداد اعتقد ده بيقابل مشاكل كتيره جدا او كبيره جدا طول الموسم. انا طبعا مش متذكر قوي الخريطه او المانيا جغرافيا، ايه المدينه وايه جنب ايه، عشان ما حدش يقول لنا بس زي فيلم محمد سعد اللي جاب القلعه جنب البحر. يعني انا مش متاكد، انا فاكر ان كان في حاجه قيل انها في دوسلدورف وكانت مميزه جدا، ممكن يكون مختلط عليا الامر، وانها كانت حاجه بعيده عن المعسكر التدريبي اللي بتتكلم عنه، او انه نفس الفتره اللي بتتكلم عنها، عشان بس ايه لو اختلطت علينا الامور ما نبقاش قلنا للناس معلومه غير دقيقه. يعني خلينا نتكلم عن الفتره الجايه. امنياتك بالنسبه للفريق، استعداداته، معسكره الخارجي، تجهيز اللاعبين، ايه الحاجات اللي عايز تشوفها فنيا في الموسم الجديد بالنسبه للاهلي مختلف عن الموسم اللي فات، او الاخطاء الفنيه اللي شفتها وبتتمنى انها ما تتكررش في الموسم الجديد؟ بص، الاهلي لا ينقصه في الوقت الحالي غير الاستقرار فقط لا غير. استقرار بمعنى انك يبقى عنده جدول مستقر، يبقى عنده بدايات ونهايات جيده جدا، المدير الفني يبتدي من بدايه الموسم. خد بالك احنا برضو انت مستر لسارتي برضو الموسم اللي فات ابتدى من وسط الموسم، فبالتالي ما كانش عنده قدره كبيره جدا ان هو يتعامل بشكل جيد مع، يعني خد وقت عشان يتعامل مع اللعيبه. النهارده اصبح عنده خبرات افريقيه كبيره، بعد خوضه لكتير من المباريات الافريقيه اصبح عنده برضو نوع من الخبرات، ودي خد بالك بيكتسبها المدير الفني زي اللعيب بالظبط. انت كلعيب بتكتسب الخبرات الفنيه بتاعتك من خلال المباريات اللي بتلعبها، هو برضو كمدير فني نفس الموضوع. الاحتكاك الافريقي، السفر بره، يعني التأهيل للسفر بره نفسه، اللعب بره مصر ده مختلف تماما، الأجواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الأرض، الملاعب نفسها، طبيعة الملاعب نفسها، الجمهور نفسه، طبيعة اللعيبة، الأفارقة نفسهم، طبيعة المنافسات الأفريقية، دي كلها خبرات بيكتسبها المدير الفني. الأهلي يمكن عنده عدد لعيب، عنده عدد من اللعيبة الكبيرة جدا، عنده إمكانيات لعيبة هايلة جدا، أتمنى إن هم كلهم يكونوا بس في على المستوى البدني بشكل جيد، لانها هتفرق معاهم بشكل كبير. فرق مع النادي الاهلي السنه دي المستوى البدني، الاصابات، عدد الاصابات الكتيره اللي لحت بالنادي الاهلي هي دي اللي فرقت كتيره جدا مع مسيرته اكتر من الجانب الفني. يعني شايف ان مشكله الفريق كانت نقص في الصفوف لاصابات او عدم جاهزيه او وصول للتوب فورم بدنيا في ماتشات. انت عندك افضل لعيبه في مصر، ممكن نقول ان الاهلي محتاج مثلا فرو التالت مثلا، يعني تمام، ممكن نقول محتاج واحد ميد فيلدر، اضافات بسيطه جدا جدا. يعني انت بتتكلم على فريق 11، احنا بنتكلم على البوزيشنز، يعني 11 لعيب في الملعب
فانت لو انت محتاج حد يبقى موجود مع الناس اللي موجوده فانت محتاج لعيب او اتنين بالكتير تمام، مش محتاج نخبه كبيره يعني، محتاج لعيب او اتنين بالكتير يعني تمام. فبالتالي انت ما عندكش نقص في عدد اللعيبه، انت بس كان عندك نقص في العدد اللعيبه اللي موجودين داخل الملعب، مش في اللعيبه مش أو مش كتير بس او في أو يعني في اوكي ما انا بقول داخل الملعب، داخل الملعب يعني انت مش موجود في الملعب، مش موجود في ال11 لعيب او موجود وما وصلتش للتوب فور بالظبط بالظبط. دي كانت مشكله النادي، لانك بتخرج من اصابه بتخش في اصابه ثانيه، لعيب بيتعور لعيب تاني بيتعور، انت عندك جه وقت من الاوقات انت مش موجود عندك راس حربه خالص مع فريق النادي الاهلي، الثلاثه اللي موجودين مصابين، الثلاثه اللي موجودين مصابين، فدي كانت صعبه جدا يعني ترهق اي فريق. كان في وقت خلاص الاهلي بيعتمد بس على مجموعه الوسط المهاجم صح، حتى منهم حد هو اللي بيتقدم صح يلعب صح دور الفيرود صح. فبالتالي انت عندك يعني كان مروان مصاب، وليد ازارو برضو مصاب، يعني مش معقول انت كل اللعيبه الامكانيات اللي موجوده والقدرة. ولما كمل الفريق ورجعت الصفقات الجديده واجاي رجع ومعلول رجع، وقع مننا لعيب كي بلاير مهم جدا زي وليد سليمان، يعني دايما الفريق ناقص عناصر مؤثره قوي. انت السنه دي كانت مختلفه جدا معاك، يمكن سنه كانت صعبه جدا على اي مدير فني خد بالك، يعني النهارده بص عشان ما نضحكش على الناس، اي فريق في العالم بيتاثر بالسوبر ستار بتاعه في العالم، يعني مدريد لما مشي كريستيانو شفنا مدريد في حاله، ممكن يكون ما يكونش كريستيانو في التوب فورم بتاعه السنه دي، ولكن كشخصيه داخل الملعب بالاضافه لامكانياته يفرق كتير جدا. ميسي النهارده لو مش موجود مع برشلونه بيفرق بشكل كبير جدا، فعشان ما تضحكش على الناس، لا في فرق كتيره جدا بيفرق مع اللعيب. فالنهارده تخيل الاهلي يبقى عنده عمرو السليه مصاب، وحسام عاشور مصاب، وليد سليمان مصاب، وليد ازارو مصاب، وعلي معلول في وقت من الاوقات كان عنده اصابه. لا ده وقت النهائي الافريقي مع الترجي، يعني البطوله مش النسخه اللي انتهت الحقيقه، بنتكلم على اللي على طول كان قبلها، بنتكلم في فاينل ناقص الفريق القوة الضربه كلها بالظبط، كل القوة الضربه، كل النجوم الكبار او اللاعبين اللي هم الكي بلايرز في الفريق كلهم، اعتقد ان ما كانش منهم غير وليد سليمان في المباراه دي في تونس. المباراه انت بتتكلم على مباراه النهائي الترجي نهائي، ما هو دي كانت مشكله النادي الاهلي خد بالك. وطبيعي جدا يعني ما حدش يقول يا جماعه دي مشكله مدير فني، احنا بيه الموسم الحالي في الدوري بالظبط، الشكل ده قبل الصفقات الجديده وعلاج اللاعبين المصابين واكتمال الصفوف، كان ده الشكل اللي بدانا بيه الموسم. عشان كده يا محمد بنقول ايه، ما ينفعش يبقى كل موسم هو موسم استثنائي بالنسبه لك، ما ينفعش كل موسم يعني يبقى ملتحم مع الموسم اللي قبليه، هيبقى صعب جدا، هتيجي برضه هتعاني الفرقه بشكل كبير، خاصه الفرقه الكبيره. انا بشتري لعيبه كبيره جدا بفقد من قيمتهم، انا اللعيب النهارده لما اجيبه مثلا ب 50 60 مليون ويتصاب يقعد 4 5 شهور، طب انا فقدت القيمه الماديه الكبيره جدا بتاعت اللعيب. اكيد صعب جدا يعني. اكيد نتمنى ان الموسم اللي هيبدا ان شاء الله الموسم الجديد يبقى افضل على مستوى الاداء والجاهزيه والشغل البدني والفني زي ما قلت يا كابتن بلال. اسعدتنا بوجودك معانا النجم وصديقي العزيز جدا كابتن احمد بلال، نجم نادي الاهلي منتخب مصر سابقا، بشكرك لوجودك معانا يا بلال، شكرا جزيلا. اشكرك ابو حميد، ربنا يخليك، وبالتوفيق للنادي الاهلي طبعا وبالتوفيق لمنتخب مصر في البطوله، ورب تكون بطوله مصريه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بنتمناها، بطوله تليق طبعا تنظيم مصر واستضافتها للبطوله وعلى المستوى الفني واداء منتخبنا، ويكون المنافس الاول على اللقب ويكون الاقرب لللقب ويحصد لقب البطوله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.